صباح الفل يلي معانا الأهلوية في كل مكان في العالم. صباح الفل على كل حضراتكم وأهلا بكم جميعا، وبداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. إن شاء الله حضراتكم تستمتعوا وتسعدوا معانا بحلقة النهاردة اللي كما تعودنا مع حضراتكم في كل يوم من أيام البرنامج، لن تخلوا من أخبار النادي الأهلي، لن تخلوا من أخبار المنتخب المصري، لن تخلوا من أخبار الرياضة في النادي الأهلي بكل أشكالها وفرقها المختلفة. صباح العسل. صباح الخير، بونجور جدا، بونجور على حضراتكم، صباح النصر، يا رب كل الأيام اللي جاية تبقى كده سعادة وخير على الاهلي وعلى المنتخب باذن الله. نبدا مع حضراتكم كده تنويح عن فقرات. احنا معانا فقره مع بطلات الجمباز بالنادي الاهلي، وفقره ثانيه مع الكابتن محمد حشيش نجم الاهلي السابق. طبعا ملف الكره ده من الملفات اللي في غايه اهميه دلوقتي، وكمان احنا حريصين جدا ان احنا نتكلم عن زوايا مختلفه ونحل تحليلات مختلفه ونروح لنقاط عليها علامات استفهام كتيره جدا مع يعني ضيوفنا علشان نقدر ان احنا نوصل الصوره كامله لحضراتكم. نبدا بقى، نبدا وندخل في الاخبار مباشره. النهارده ان شاء الله هتسافر بعثه النادي الاهلي للسودان الساعه 4 عصرا استعدادا لمواجهه المريخ السوداني المقرر لها يوم السبت الجاي ان شاء الله في اطار الجوله الخامسه من منافسات دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا. النهارده يعني الصبح وقبل السفر هيكون في تمرين جماعي للفريق على ملعب التتش بالجزيره، وطبعا النادي الاهلي بيسعى لتحقيق الفوز على بطل السودان في ملعبه هناك لحسم التاهل لدور الثمانيه. كمان خلينا نقول لحضراتكم النهارده السداسي الاهلي اللي شاركوا في معسكر المنتخب الوطني لمباراه جزر القمر في تصفيات كاس الامم الافريقيه بينتظموا في التدريبات الجماعيه للفريق. المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني كمان حدد برنامج استشفائي للسداسي العائد من المنتخب الوطني هيبدا بقى تنفيذه النهارده قبل السفر للسودان. بنتكلم عن محمد الشناوي، ياسر ابراهيم، محمد هاني، عمرو السليه، محمد مجدي قفشه، ومحمد شريف. طبعا الاستعدادات لمباراة المريخ السوداني متواصلة بقالها كذا يوم يعني، وكان آخرها حتى تدريبات امبارح. بيتسو موسيماني كان حريص فيها على إقامة تراي ماتش بطول الملعب بين لاعبي الفريق الأول وفريق الشباب بالنادي في ختام فقرات المران بالأمس على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وأقيم هذا التراي ماتش بين الفريقين على شوطين، وشاهد الحقيقة تنافس كبير جدا بين كل اللاعبين، وده بالتأكيد في إطار تجهيز عناصر الفريق الأول لمباراة المريخ السوداني المقبلة في دوري أبطال إفريقيا إن شاء الله بإذن الله. وخلينا أقول لحضراتكم برضو يعني أكيد مباراة الأهلي والمريخ هي مباراة في غاية الأهمية. الأهلي كمان أكيد بيسعى فيها، هنا بنتكلم لحسم التأهل لدور الثمانية. بيتسو موسيماني كان ليه تصريح أكد وقال أنه بيسعى لتحقيق الفوز على بطل السودان في ملعبه. الأهلي كمان هيتوجه للسودان بهدف تقديم عرض قوي بيليق بحامل لقب دوري النسخة الأخيرة لدوري أبطال إفريقيا وأكثر الفرق تتويجا كمان بهذه البطولة. لو هنتكلم بقى موسيماني خلينا نقول بالتأكيد هيعمل خلال الفترة الحالية مع لاعبين عشان يحقق الفوز وكمان يحسم التأهل لدور هنا ربع النهائي. وزي ما موسيماني كمان قال هنا وأكد تحقيق الفوز على المريخ السوداني في ملعبه سيمنحنا فرصة لتحقيق 3 أهداف هي حسم التأهل، الاستمرار في طريقنا لتصدر مجموعتنا من خلال مباراة سيمبا بعد مواجهة المريخ، والهدف الأخير والثالث هو إرسال رسالة لجميع المنافسين وهي أن الأهلي بيسعى دائما للفوز خارج وداخل ملعبه. أعتقد دي رسالة مهمة جدا طبعًا لأن البعض كان بيتكلم مؤخرا لا الأهلي في الخارج غير في الداخل أو الذهاب غير العودة أو الإياب، لكن إحنا بنأكد أن ده مش الأهلي، بالعكس الأهلي بيأكد دايما أن ممكن يلعب في الخارج زي ما بيلعب في الداخل وربما كمان أفضل، وده كان يعني في الماضي حاصل، فإن شاء الله ده كمان يتم في الفترة اللي جاية. الحقيقة كلام مهم جدا من بيتسو موسيماني، وبالأساس الكلام ده لو حضراتكم تركزوا فيه هتلاقوا أنه بيترجم شخصية النادي الأهلي اللي هو متعود دايما على الفوز. موسيماني كمان قال أن المريخ فريق صعب وكان أقرب وأحق بالفوز على سيمبا في المباراة الماضية، لكنها كما عهدناها دائما هي دي هي كرة القدم. عشان كده موسيماني درس المريخ دراسة جيدة جدا وقال قمنا بدراسة أداء المريخ السوداني جيدا على ملعبه، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق لتحقيق ما نسعى إليه وهو الفوز بطبيعة الحال. خلينا نقول مباريات الأهلي أمام المريخ السوداني وسيمبا حاجة في غاية الأهمية، نتكلم مشوار بقى بطولة دوري أبطال إفريقيا ولحسم كمان الصعود، تاني حاجة لحسم المركز الأول بالمجموعة اللي احنا كلنا مش هنتنازل عنه، هو كمان المكان الطبيعي للأهلي إنه يكون دايما في الصدارة وده اللي احنا متعودين عليه، وهي دي الأرقام وهو ده التاريخ اللي احنا بنتكلم عليه. عايزة كمان أقول لحضراتكم إن جزء من تصريحات بيتسو موسيماني هي جملة كانت عجبتني جدا، يعني بتدل
على الإصرار، خلينا نقول على الفوز، تحقيق كمان أفضل نتيجة أو السعي لتحقيق أفضل نتيجة. هو قال تحديدا مش من الضروري أن تكون انطلاقتنا في دوري المجموعات هي الأفضل، ولكن يجب أن يكون الختام هو الأفضل. وفي جملة تانية كمان كانت حلوة جدا قالها، قال دوري المجموعات في دوري أبطال إفريقيا مثل الماراثون، يعني هو أن نصل لهدفنا في نهاية السباق هو ده ما يعنينا، وهذا ما نسعى لتحقيقه في المباراتين المقبلين. كل التوفيق إن شاء الله للفريق ومرة تانية للمنتخب. طيب طالما بقى بنتكلم عن النادي الاهلي، تعالوا نروح ونتابع اخر اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه والانشطه مع مراسلتنا او زميل العزيز مراسلنا العزيز مينا ماهر الموجود حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. مينا صباح الفل عليك، ويا رب تكون في احسن صحه وحال، وتفضل احنا سامعينك. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نوان، صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان. يعني يوم جديد، والمرة دي بقى من ملعب مختار التتش واستعدادات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعدادات الأخيرة أو نقول البروفا الأخيرة هنا في مصر قبل المغادرة الساعة 4 إن شاء الله إلى السودان ولمواجهة المريخ السوداني. يمكن يعني مباراة زي ما كنتوا بتقولوا إن مباراة مهمة جدا عشان سببين. السبب الأول إن إحنا يعني خلاص نضمن التأهل لدور ربع نهائي لدوري ابطال افريقيا، والسبب الثاني ان احنا ان شاء الله يبقى في طريقنا لصداره المجموعه. يمكن انا حاسس وكل الاهلاويه حاسين ان العشره ان شاء الله قريبه للنادي الاهلي، ولكن الكلام ده مش بس احساس او ايحاءات، الكلام ده لو على الورق والقلم عندنا احصائيات كده ممكن يعني اعرضها لكم. يمكن بدر بنون تألقه الفترة اللي فاتت يعني كان شهد تألق كبير جدا، يعني إضافة قوية وعظيمة للنادي الأهلي. يمكن كمان في بداية الهجمة بيبدأ مع النادي الأهلي الهجمات دايما بشكل كويس جدا، هو أكتر لاعبي الفريق قطعا للكرة على مدار البطولة. عندنا كمان أيمن أشرف أكتر من فاز بالالتحامات الهوائية في البطولة، وده كمان يعني مستوى شايفينه كلنا ليك اللاعب أيمن أشرف. عندنا المايسترو عمرو السولية يمكن دور كبير جدا في التمريرات الطويلة، يمكن ده كان حل من الحلول اللي بيلجأ له مستر بيتسو موسيماني في المباريات اللي بتكون على ملاعب مش هنقول ان ملاعب مش احسن حاجه، ملاعب بتبقى مش جاهزه لمباريات تقيله زي مباريات دوري ابطال افريقيا، بنلجا لكرات الطويله. يمكن عمرو السوليه قدر انه يحقق 11 تمريره طويله صحيحه وناجحه من اصل 19 تمريره. عندنا كمان المتالق محمد شريف وهداف النادي الاهلي في جميع البطولات، يمكن بتساوي مع كهربا 6 اهداف لمحمد شريف. عندنا طاهر محمد طاهر الصاعد الواعد سجل هدفين في 4 مباريات، يعني يمكن احصائيات مهمة لو ركزنا فيها نعرف ان احنا ماشيين على التراك والطريق الصحيح لتحقيق البطولة العاشرة لنادي الاهلي. يمكن النهارده تقريبا فريق النادي الاهلي بالكامل متواجد سداسي المنتخب، انضموا بالفعل للبرنامج الاستشفائي المحدد ليهم النهارده ان شاء الله، طبعا اللي وضعه مستر بيتسو موسيماني، محمد الشناوي، ياسر ابراهيم، محمد هاني، عمرو السوليه، محمد مجدي قفشه، ومحمد شريف. ايضا من امبارح انضم صلاح محسن ومصطفى شوبير، طبعا بعد العوده من معسكر المنتخب الاولمبي رجعوا حضروا تمرين امبارح، والنهارده ثاني يوم، امبارح كان في استشفاء، النهارده هينضموا للتدريبات الجماعيه. ايضا اكرم توفيق وطاهر محمد طاهر واحمد رمضان بيكهام انضموا النهارده بالفعل ويخضعون للتدريب الاستشفائي. يمكن كمان عوده ديانج للمشاركه من التدريبات من امس بعد العوده مع المشاركه في المنتخب منتخب مالي لتصفيات بطوله افريقيا. يمكن لو هنتكلم عن المجموعه، الاهلي صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط، والمريخ السوداني صاحب المركز الرابع برصيد نقطه واحده. زي ما قلنا ان المباراه دي هي مباراه فاصله لكلا الفرقتين، فاصله للنادي الاهلي ان هو ياكد الصعود لدور ربع نهائي، وفاصله لفريق المريخ السوداني انه لو خلاص اي نتيجه غير الفوز في المباراه دي يبقى مستحيل يصعد للدور المقبل. يمكن لو هنتكلم عن الغيابات، فحمدي فتحي زي ما كلنا عارفين ان عمل عمليه جراحيه بنجاح الحمد لله وهيعود في خلال 10 اسابيع. عندنا ايضا علي معلول لسه يعاني من الاصابه، وعندنا محمد محمود وكريم نيدفيد ومحمود متولي تدريبات تاهيليه، يمكن امبارح كانوا في الجيم وان شاء الله فأقرب وقت نقدر نشوفهم في التدريبات الجماعية. يمكن كنت بتكلم مع كابتن سيد عبد الحفيظ قبل ما اطلع مع حضراتكم بدقائق، كنت بسأله عن قائمة الفريق المتوجهة لبعثة الفريق المتوجهة للسودان، قال لي ان مستر بيتسو موسيماني كل اللعيبة مسافرين ان شاء الله بعد التمرين، ربنا يا رب ما يجيبش اي اصابات، كل اللعيبة الموجودين حاليا بدون اصابات في صفوف فريق الكرة بالنادي الاهلي مستر بيتسو موسيماني عايزهم معاه في البعثة. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي، ان شاء الله نقدر نحسم امر الصعود بدري ونقدر نطمن على الفريق ونبقى كمان في المراكز الاولى متقدمه دايما في المجموعه زي ما النادي الاهلي معودنا.
نروح بقى مع بعض للفرق المختلفة بالنادي الأهلي. يعني عندنا يعني انتصارات كالعادة زي ما احنا متعودين. شباب سلة الأهلي 18 سنة حققوا فوز على نادي الزمالك بنتيجة 65-52 ضمن فعاليات نهائيات بطولة الجمهورية. بنات سلة الأهلي 18 سنة أيضا حققوا فوز على البنك الأهلي بنتيجة 67-41 ضمن فعاليات نهائيات بطولة الجمهورية. اخيرا شباب يد الاهلي 2002 حققوا فوز كبير على نادي سبورتنج بنتيجه 32-25 ضمن فعاليات دوري المرتبط. والخبر الاهم بالنسبه لنا هو يعني تجديد كابتن ابراهيم المصري نجم منتخب مصر ونجم النادي الاهلي لفريق كره اليد بالنادي الاهلي لمده 4 سنوات. دي كانت كل الاخبار والكواليس المتعلقه بالنادي الاهلي ومتعلقه بالفريق الاول لكره القدم. لو في اي استفسارات انا معاكم. عوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. الله ينور كالعاده امينة. بنشكرك جزيل الشكر على يعني دايما معلوماتك وافيه وكافيه الحقيقه. بنشكرك جزيل الشكر وبنكمل مع حضراتكم. يمكن هنزود بقى على الاخبار اللي سمعناها من مينا امبارح. قررت لجنه المسابقات بالاتحاد المصري لكره السله اعتبار ان الاهلي فايز على الزمالك في المباراه اللي الغاها يحيى زكريا مراقب اللقاء اول امبارح في صاله 100 عقبه بسبب تواجد جماهير الزمالك في المدرجات ضمن مباريات الجوله 11 للمرحله الترتيبيه لدوري السوبر رجال. طيب في ناس كتير كانت بتتكلم في الموضوع ده هو ايه اللي حصل. خليني اقول لحضراتكم فكره هنا حضور جماهير بيخالف اللوائح اللي بتمنع حضور الجماهير في المباريات. في قانون في قواعد لازم يتم احترامها. بناء على ده اجتمعت لجنه المسابقات امبارح عشان تبحث موقف اللقاء بعد الغائه عشان تقرر بقى اللجنه هنا احتساب النقاط او نقاط المباراه للاهلي واعتباره فائز مع كمان تغريم الزمالك هنا 30,000 جنيه ونقل مباراه واحده خارج ملعبه. بالنتيجه دي نقدر نقول ان رفع الاهلي هنا رصيده ل 17 نقطه في المركز الرابع وظل هنا الزمالك عند 19 نقطه في المركز الثالث ويتبقى بقى لكل فريق 4 مباريات في نهائي المرحله الترتيبيه. ده ليه برضو نرجع ناكد تاني عشان حصل يعني خرق للقوانين والقواعد. انت بتتكلم ان ما ينفعش يبقى في حضور للجماهير. حضرتك خالفت ده لازم يكون في يعني عقاب. فأمر طبيعي أعتقد وما كناش نتوقع أن حاجة زي دي أصلا مفروض أن هي تحصل من نادي آخر يعني لأن في مفروض قواعد بيتم احترامها. عموما خبر إضافي يخص النادي الأهلي. قرر الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي إيقاف كلا من هنا جودة ومريم الغضيبي لاعبتي تنس الطاولة بالنادي وإحالتهما إلى التحقيق اللي هيتم النهاردة وذلك لقيامهم بالحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالشكل غير اللائق اللي بيتنافى مع سياسة النادي وثوابته. انا قريت الخبر ده فعلا امبارح بالليل يا كريم وزعلت شويه لان هنا جوده يعني وبتكلم برده مريم الهديبي من النماذج عندنا اللي الفتيات المحترفات في النادي الاهلي. وطبعا فكره ان انت بتنتمي لكيان معين وكيان زي النادي الاهلي لازم ان انت كمان كلنا يعني كلنا لازم نلتزم بقواعد معينه. طبعا لو حد تجاوزها بيبقى في عقاب زي ما احنا بنقول لان الموضوع مش سايب بس يعني في باطن الامر طبعا حاجه تحزننا لان ما شاء الله برضو هنا يعني من يعني حاجه جميل كوادر اللي ان شاء الله ليها مستقبل كبير جدا ولكن ربما التحقيق ده اللي هيحصل يخليها حتى تتعلم او تخلي اي حد يتعلم من اي حاجه زي كده لان فعلا ممكن خلي بالك السوشيال ميديا ممكن تجر الناس تجر اللاعب تجر اي شخص مهما كان لسكه او لمنطقه هو في غنى عنها. فبعض الاحيان احنا مش حابين ان احنا ايه يعني معظم انعكاسات السوشيال ميديا على الرياضيين على الرياضه ذات نفسها بالزبط. حتى اللحظه انا شايفها سلبيه اكتر ما هي ايجابيه. طبعا ليها دور فعال من زوايا معينه بس اغلب الانعكاسات بتاعتها غالبيتها لما تركزي كده وتفنديها هتلاقيها حاجات كلها سلبيه وممكن جدا تلاقيها ممكن كمان جزء كبير منها اصلا ما يبقاش حقيقي يعني حاجات حد قاعد بيفتي فجرامي الجمله دي انتشرت انتشار النار في الهشيم فاصبح الاطراف الثانيه مضطرين ان هم يبرروا موقفهم او يوضحوا الصوره او طب ما الناس لو ركزت في اللي هي بتعمله بالظبط بدل الهري ده كله انت فاهم ازاي. وفي بعض الاحيان فعلا بيبقى عدم الرد افضل. فعلى كل حال احنا اكيد هنتابع النتيجه وهنبلغها لحضراتكم في الايام القادمه. نروح بقى زي ما احنا متعودين دلوقتي حاله الطقس وتوقع درجات الحراره ونرجع نكمل.
طيب ناخد بقى التليفون عشان نعرف اكيد مزيد من التفاصيل. خلينا ناخد دكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه. يا دكتور محمود صباح الخير يا فندم. صباح الخير استاذ رهوان استاذ كريم. صباح الخير عليك. صباح الفل يا فندم. سعداء بوجودك معانا كالعاده. ومن الانفوجراف كده نقدر نقول ان في دلوقتي الى حد ما هيشهد الايام القادمه ارتفاع شويه في درجات الحراره، يعني هنبدا نشوف شويه ربيع مثلا عن الايام اللي فاتت وانخفاض درجات اللي حضرتك كنت كلمتنا عنها الاسبوع اللي فات. خلينا برضو نطمن الايام اللي جايه. مش عارفه انا عايزه اروح مع حضرتك للسودان برضو لو نقدر نعرف لو في معلومه يعني هيشهد الايام او هتشهد الايام اللي جايه ايه. اتفضل يا فندم. وطبعا يعني احنا استشعرنا بنسمات من البرودة الايام اللي فاتت خصوصا في فترات الليل والصبح بدري واحنا خارجين لمشاورنا واشغالنا اليومية، ولكن ان شاء الله الايام اللي جاية في ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة، برضو هي تعتبر حول المعدلات بس تعتبر في زيادة في فترات سطوع اشعة الشمس خلال الايام القادمة. ده هيدينا احساس ان الطقس من معتدل للطيف احيانا خلال فترات النهار مع استمرار البروده اللي بنستشعرها في فترات الليل خصوصا الساعات المتاخره من الليل والساعات الاولى من الصباح. ده هيتطلب مننا استمرار ارتداء الملابس الشتويه، مش عايزين نخفف خالص دلوقتي ونلبس الملابس الصيفيه، مش هنفكر في الموضوع ده غير في النص الثاني من الربيع مع بدايات مايو نبدا نتكلم ونشوف المستقبل ان شاء الله في ايه من التوقعات. بالنسبه لفرص امطار معانا برضو النهارده سواء على السواحل الشماليه محافظات الوجه البحري، أمطار من خفيفة المتوسطة قد تمتد حاجات خفيفة كده على القاهرة في فترات الليل أو مساء اليوم، أمطار على مناطق محدودة غير مؤثرة على كافة الأنشطة اليومية. نشاط الرياح اللي كنا بنستشعره الأيام اللي فاتت في بعض المناطق هيهدى بشكل كبير النهاردة، وده الحمد لله هيكون له مردود إيجابي على الملاحة البحرية بعد ما كانت بترتفع الأمواج في خليج السويس والبحر الأحمر وقناة السويس إلى 6 أمتار و7 أمتار واللي تسبب في مشكلة للعبارة. طبعاً. الأمواج هتهدى من 2 ل 3 متر وإن شاء الله هتبقى الأمور مستقرة في القناة وفي باقي سواحلنا المصرية. طيب طبعا يعني غريب برضو ان انا اروح لحضرتك للسودان بس انا كنت عايزه اطمن على الفريق يعني وهيبقى الجو ايه هناك، بس يعني مفيش اي معلومه عن السودان دكتور محمود؟ هو بالنسبه للسودان طبعا درجات الحراره مرتفعه بس يعني هي ما فيهاش مشاكل بالنسبه للاكسجين زي بقيه الدول الافريقيه، يعني دي أهم الى حد كبير بتكون اجواءها شبيهه بالاجواء المصريه، ولكن هناك ارتفاعات طبعا في درجات الحراره عن جمهوريه مصر العربيه بأربع خمس درجات على الأقل. إنما الأجواء إن شاء الله مستقرة هناك. دي أهم حاجة عشان نطمن على البعثة بتاعتنا على الفريق. لكن إحنا لو هنرجع مرة تانية لمصر وبنتكلم هنا عن القاهرة تحديدا، يعني نقدر نقول إن الجو أفضل شوية من الأسبوع اللي فات، ولكن إحنا ما زلنا يعني ما دخلناش لسه الربيع بشكل كامل يعني. يعني هتبقى الأجواء ربيعية ممكن خلال الأيام اللي جاية مع ارتفاعات الطفيفة في درجات الحرارة، لكن لسه يا جماعه فترات الليل الجو لسه فيه لسعه البرد اللي احنا بنحسها بالليل دي خصوصا في المدن الجديده والمناطق المكشوفه، فلا مش عايزين نخفف خالص، وده اللي بنصر عليه خلال الايام دي لان في ناس كتير بدات تخفف الملابس، فمش عايزين نخفف الملابس الفتره اللي جايه لغايه ما نتفق مع بعض هنخفف امتى ان شاء الله. طب اخر سؤال معلش بقى، يوم الجمعه الجو هيبقى عامل ازاي عشان انا عندي ايفنت يعني؟ ده سؤال خاص يعني اكيد على الهواء. والله يا دكتور محمود انا اسف للمقاطعه بس احنا بنستنتج من خلال حوارنا ود مع حضرتك هي الويك اند بتاعها هتبقى فين. والله لما تسالك على اسوان تعرف على طول ان هي طالعه اسوان في الويك اند. يعني ما عشان بس الناس مشغوله ما تقرش على يعني حضرتك. لا يعني اكيد يوم الجمعه في ناس عندها ايفنتس، اكيد في ناس هتنزل يوم الجمعه، فيبقى يعني في امطار او يعني الجو هيبقى عامل ازاي برضو في عشان لو حد انا احب اقول لحضرتك في اسوان الجو ممتع جدا عشان كل الناس تحقد على حضرتك وانت رايح. لما انا رحت خلاص بقى انا رجعت من اسوان بس فعلا الويكند اللي فات الجو كان حلو جدا فزي ما حضرتك بالظبط قلت لنا يعني، فالجمعه برضو ان شاء الله خير باذن الله. الاجواء مستقره جدا وممتعه جدا خصوصا طبعا في المناطق السياحيه بتاعت جمهوريه مصر العربيه سواء كان محافظه البحر الاحمر جنوب سيناء محافظات جنوب الصعيد، أجواء ممتعة جدا خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله. كويس جدا، نشكرك جدا دكتور محمود شاهين، شكرا يا فندم. مش نطمن فيه ايه؟ عايز اقول لك نستغل وجود دكتور محمود. من حسن حظ الدكتور محمود ان دلوقتي مفيش لا سفر ولا طيران ولا بتاع، كان زمانك في نهايه كل ويك اند بتسالي اخبار فرنسا الجو ايه يا دكتور محمود؟ يا ريت اسبانيا الدنيا عامله ازاي يا دكتور محمود؟ على كل حال
احنا نطلع فاصل. انا رايي كده. اه وبعد كده نرجع نكمل كلامنا. اتفضلوا حضراتكم. نروح بقى لموقع يلا كوره، مراسلتنا هناك روزان نصر، نتابع اهم الاخبار زي ما متعودين كل يوم الرياضيه في الصحف والمواقع المحليه والعالميه. روزان صباح الخير عليكي. صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير يا كريم، وصباح الخير لكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وجولة صحفية جديدة من موقع يلا كورة هنروح فيها لأول خبر النهاردة معانا من موقع يلا كورة. نهاية التصفيات 23 متأهلا لأمم إفريقيا. انتهت منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا لينجح 22 منتخبا في حسم بطاقات التأهل الخاصة بهم إلى جانب الكاميرون مستضيف البطولة. نسخة الكاميرون ستشهد منتخب السودان من المجموعة الثالثة، المغرب وموريتانيا من المجموعة الخامسة، مصر وجزر القمر من المجموعة السابعة، والجزائر من المجموعة الثامنة، وتونس من المجموعة العاشرة. وكان منتخب كاب فيردي هو آخر المتأهلين إلى كأس أمم إفريقيا بعدما تفوق على موزمبيق بهدف نظيف بالتزامن مع تعادل رواندا والكاميرون سلبياً. من جريدة الشروق، صلاح انتظر اتفاقا جماعيا لمشاركتي مع المنتخب في أولمبياد طوكيو. فتح محمد صلاح نجم ليفربول الباب أمام إمكانية مشاركته مع منتخب مصر في دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام صيف العام الجاري في العاصمة اليابانية، مشيرا إلى أن التحديات التي تنتظر ناديه الإنجليزي قبل المواجهة المرتقبة ضد ريال مدريد في دور الثمانية لدوري الأبطال، مشيرا أيضا إلى إمكانية رحيله لخوض تجربة جديدة في الدوري الإسباني. وقال محمد صلاح في حواره مع صحيفة ماركا الإسبانية: أول ما فكرت به بعد الوقوع ضد ريال مدريد هو كم سيكون رائعا تخطي هذا الدور. خبر عالمي من موقع روسيا اليوم، هل يحطم رونالدو رقم دائي ويصبح هداف العالم هذا العام؟ كسر البرتغالي كريستيانو رونالدو صيامه التهديفي في آخر 4 مباريات دولية مع منتخب بلاده، وأحرز رونالدو الهدف الثاني للبرتغال في الدقيقة 50 من عمر المباراة ليساهم في فوز منتخب البرتغال بنتيجة 3-1، وبهذا رفع رونالدو رصيده إلى 103 أهداف ليعزز موقعه في المركز الثاني، متصدر قائمة أفضل الهدافين في تاريخ كرة القدم على المستوى الدولي. ومن المرجح أن ينجح رونالدو في تحطيم رقم دائي أو على الأقل معادلته هذا العام مع منتخب بلاده، من بينهم 3 مباريات على الأقل في بطولة كأس أمم أوروبا المقررة في الصيف المقبل، وبعض المباريات في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر. وأخيرا من بوابة أخبار اليوم بالأرقام، إسبانيا الأفضل أوروبيا في التصفيات. بعد انتهاء أول جولتين في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022 تتصدر إسبانيا قائمة المنتخبات صاحبة أكبر عدد من التمريرات الصحيحة والاستحواذ، وذلك وفقا للإحصائيات التي نشرتها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وبنهاية مباراتي اليونان 1-1 وجورجيا 2-1 جاءت كتيبة لويس إنريكي في صدارة 3 من التصفيات المتعلقة بالاستحواذ على الكرة، كما جاء إيريك غارسيا لاعب مانشستر سيتي على رأس الأكثر تمريرا للكرة بين جميع لاعبي المنتخبات خلال المباراتين. دي كانت أهم وأبرز الأخبار هنا من موقع يلا كورة. شكرا لكم وعودة لكم الاستوديو مرة تانية. وإحنا كمان بنشكرك جدا يا روزان على هذه التغطية. ويمكن الخبر الأبرز اللي اتناقشت فيه يعني 23 متأهل لأمم أفريقيا، لو هنتكلم تحديدا يعني البلاد العربية هم 7 أو منتخبات عربية هم 7، وده مقارنة ب 2019 كان تقريبا 5 وقتها، فيعني أعتقد رقم كويس إلى حد ما. على كل حال إن شاء الله إن شاء الله برضو نقول يعني النهاية تكون مصرية يا مسهل الحال إن شاء الله. طيب تعالوا بقى نروح على منتخبات أوروبا اللي كلها بتخوض مبارياتها في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022. طبعا كلهم بيوصلوا تدريباتهم، آخرهم كان يعني منتخب إنجلترا اللي خاض ميرانو الأخير قبل مواجهة المنتخب البولندي. والجدير بالذكر يا حضرات أن المنتخب الإنجليزي بينفرد بصدارة الترتيب برصيد 6 نقاط، وبيحتاج فقط إلى يعني نتيجة إيجابية حتى لو كانت من خلال يعني نقطة التعادل. ليه؟ لأن ده اللي هيخليه مستقر في المقدمة. وعلى الجانب الآخر بيتواجد منتخب بولندا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط فقط.
نروح لألمانيا، واختتم المنتخب الألماني استعداداته في دوسلدورف قبل مباراته، ده كانت ضد مقدونيا الشمالية في تصفيات بقى هنا المجموعة الأوروبية العاشرة المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. بيسعى مدرب المنتخب لتحقيق نصره الثالث هنا على التوالي في المجموعة بعد انتصاره في أول مباراتين اللي كانوا على أيسلندا ورومانيا، وأصبح في صدارة المجموعة بينما حصدت، خليني أقول لحضراتكم هنا، مقدونيا الشمالية 3 نقاط تحديدا في مباراتين، وهي تحتل دلوقتي المركز الثالث. في واقعة يعني ملفتة للنظر بتترجم حكمة بتقول رب ضارة نافعة، ده بالظبط اللي حصل مع نجم منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو لما زعل وغضب جدا لعدم احتساب يعني هدف صحيح في مباراة بلاده ضد صربيا. الكلام ده كان في إطار منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022. رونالدو انفعل، جاء شادد الشارة بتاعت الكابتن وجاء رميها على الأرض تعبيرا عن الغضب اللي جواه. اللي حصل بقى وبيترجم حكمة إن رب ضارة نافعة، إن واحد من العاملين في الملعب خلال المباراة جاء واخد الشارة من على أرضية الملعب وقرر إنه يطرحها في المزاد علني للبيع. من أجل مين بقى؟ من أجل مساعدة طفل مريض. يعني الشارة اللي رماها رونالدو هتتباع لصالح علاج الطفل الرضيع اللي بيعاني من ضمور العضلات الشوكي، وعلاجه بالفعل مكلف جدا. وبس الملفت كمان النظر ان رونالدو ما كانش من اللعيبه اللي بتغضب كتير في الملعب، فاصلا الحدث ده ناس كتير كانت بتعلق عليه لان احنا مش واخدين على رونالدو بالاخلاق دي او بالاسلوب ده يعني. ولكن طبعا زي ما انت قلت على الصعيد التاني دي كانت حاجه كويسه جدا وفكره كويسه جدا، كمان مبادره كويسه جدا من هذا الشخص ان او احد العاملين ده اللي لقاها ان هو يروح ويعمل حاجه انسانيه زي كده. خلي بالك هو كان ممكن يستغلها في حاجه تانية، حاجه شخصيه، فكان وما زال برضه يبيعها بس ايه واخد الفلوس وحاططها في جيبه هو ده بالظبط، فحاجة أكيد محترمة. خلينا نروح بعد كده مع حضراتكم لكندا. حققت كندا فوز ساحق على جزر كايمن بنتيجة هنا 11-0 في الجولة الثانية من تصفيات منطقة اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم. النتيجة دي نقدر نقول سجل بقى المنتخب الكندي رقم قياسي جديد في التصفيات بعد اللي سجله في سبتمبر 2018، كانت ضد جزر فيرجن الأمريكية أو فيرجن آيلاندز الأمريكية بنتيجة 8. لو بيلعبوا باسكت بول مش هتخلص النتيجه. الارقام غريبه جدا. لا وبعدين تحسي ان جزر كايمن قضوا الماتش كله بيسنتروا بس، يعني ماتش غريب جدا. على كل الاحوال تعالوا بقى نروح لخبر تاني متعلق بسباق السيارات، حيث حقق الامريكي جوي لوجانو فوزه الثالث على مضمار بريستل موتور سبيد واي الترابي، وجاء ريكي ستاينهاوس جونيور في المركز الثاني. جدا احنا برضو يعني بنتابع رياضات مختلفه غير حتى كره القدم، لان كره القدم اعتقد هي يعني بتحتل الحيز الاهم لينا كلنا او بنسبه كبيره يعني، لكن برضه بتتفرج على رياضات عالمية وبتشوف هناك بيوصلوا لإيه، لأن في رياضات مش موجودة قوي في الوطن العربي أو مش موجودة، هنتكلم زي مثلا هوكي الجليد الخبر اللي جاي موجود في مصر، لكن ليها متابعين حول العالم وفي ناس بتسافر علشان تحضر زي الفورمولا 1. الفورمولا 1 دي بتقام في عدة دول منها حتى دبي، فبيبقى زي كده فيستيفال او حدث رياضي بيبقى سياحي برضه في نفس الوقت، في حاجات زي كده بيبقى ليها متابعين وجمهور ضخم يعني. نروح بقى الهوكي الجليد، ولقطة هنا مهمة جدا للاعب اسمه كيسي دوسماث اللي قدر ان هو يصد 19 تسديدة بعد خروج الحارس الاول اسمه تريستن جاري، وتريستن جاري ده من الحراس الاقوياء برضو خليني اقول لحضراتكم، ده بعد نهاية الشوط الاول، وده حسم بقى يعني النتيجة في انتصار الفريق. طيب تعالوا بقى نتكلم بقى عن نفسنا، تعالوا نتكلم عن المصريين اللي دايما مشرفينا ورافعين راسنا على كل المستويات وعلى كافة الاصعدة. المصري عند اللزوم بيكون جبروت، يعني لما بيحط حاجة في دماغه ملوش حل. هنتكلم بقى عن الجانب الرياضي والأرقام القياسية، وهنحكي لكم قصة غطاس مصري قدر يحقق رقم قياسي بموسوعة جانس للأرقام القياسية للغطس تحت الماء لمدة قد إيه يا حضرات؟ لمدة قد إيه يا ست الكل؟ قول لنا بقى. 145 ساعة يا إخوانا، عاش المدة دي كلها تحت المية حياة كاملة بالمعنى الحرفي. إزاي بقى؟ ده اللي هنعرفه مع حضراتكم من خلال هذا التقرير، وبالمناسبة التقرير بيتضمن لقاء مع صدام كيلاني صاحب قصة أطول غطسة تحت المية. ده من غير أكل، من غير شرب، من غير أي حاجة. هنعرف، أنا لسه زيك أهو، هنشوف سوا، اتفضل. والله الفكره كلها جت لما كابتن احمد جبر في 2014 عمل اعمق غطسه في تاريخ البشريه، وهنا قررت ان انا احاول ان انا اعمل حاجه مختلفه،
ولقيت ان اسهل طريق بالنسبه لي ان انا اعمل اطول غطسه في التاريخ، وكان ايامها اطول غطسه في التاريخ كان 48 ساعه. وبدات اجهز نفسي وبدات اتمرن، والحمد لله في 2020 ربنا وفقني ان انا كسرت الرقم وعملت 145 ساعه، وكان اطول وقت يقعده بني ادم تحت الميه على مر التاريخ. كانت الرحله طويله قوي، فيها شويه تحديات كتير، تحديات بقى ماديه ونفسيه، وانك بتتمرن وفي حاجات بتقابلك في المعدات وفي تجهيزات بتقابلك وفي تصاريح، فكل ده كان ستريس عليك طول الفتره دي. بس اللي اكتشفته بعد ما وصلت وحققت حلمي انك ما ينفعش تستسلم مهما حصل، لان مهما كان الصعوبات اللي بتواجهك ده في الاخر هتحس بقيمه وحلاوه اللي انت حققته وتعبت فيه. السؤال اللي دايما بيتسال انت ازاي عايش 6 ايام تحت الميه، الفكره كلها انك من 2015 لما بدات التمرين بتاعك بدات تجهز نفسك وتاهل نفسك انك تعمل كل حاجه موجوده في حياتك اليوميه بره الميه انك تعملها تحت الميه. يعني الحمد لله وصلنا ان احنا نقدر نجهز سرير علشان ينزل تحت الميه علشان تقدر تنام طبيعي تحت الميه. نزلنا شطرنج ونزلنا دومنه وبننزل كتب ووتر بروف، كتب مضاده للميه علشان نقدر نقراها ونستفيد تحت الميه. بتستفيد بوقتك، بتستغل وقتك كامل. نزلت الجيم بتاعي تحت الميه، وده كان غريب شويه ان الناس انت ازاي بتعيش حياتك كامله تحت الميه. انا عايش حياتي تحت الميه، باكل وبشرب وبعمل حمام وبصلي وبلعب يوجا وميديتيشن وبروح الجيم وعندي تدريبات يوميه بعملها كل يوم وعندي تاسكات بتطلب مني من الدكاتره علشان اقدر محافظ على القدره الذهنيه والجسديه بتاعتي طول الفتره دي. لما بدات في مجال الغطس في اخر سنتين ثلاثه بدات الاحظ كميه التلوث اللي موجوده في البحر، ومن هنا جات لي فكره ان انا اعمل اول متحف من الريسايكلينج واعاده الاستخدام من البلاستيك، وبدات اجمع البلاستيك اللي موجود في الزباله واللي موجود على الشواطئ وان انا اعمل منه مجسمات. وقدرت ان انا اعمل اكبر سلحفه من البلاستيك في مصر وفي الشرق الاوسط، وكانت حوالي 3200 ازازه بلاستيك مختلفه الاحجام. الاطوال بتاعتها او الابعاد بتاعت السلحفه كانت 6 متر ونص طول، عرض 4 متر ونص، وارتفاع متر ونص. وكانت مجسم ثلاثي الابعاد كامل للسلحفه مليان بلاستيك، وكانت اول رساله منه انك تقدر توصل للناس قد ايه كميه المخلفات البلاستيكيه اللي احنا بنطلعها كتير قوي، وقد ايه الضرر اللي واقع على البيئه لو احنا ما قدرناش نستغل الكلام ده وما قدرناش نعيد استخدامه مره ثانيه علشان نحافظ على البحر على الاقل. بلس ان انت بتحافظ على البيئه جماليا وبيئيا وصحيا عشان تقدر تحافظ على الكلام ده كله. الأحلام بسيطة بس مش سهلة. الأحلام بسيطة بس مش سهلة. كل الناس بتقدر تحلم، بس كم واحد هيقدر يحقق حلمه؟ وعشان تحقق حلمك لازم تبقى متأكد 100% إنه مش هيبقى سهل، ولازم تواجهك صعوبات ومشاكل. ربنا لما حط فيك فكرة الحلم دي عشان هو واثق فيك. السؤال هنا كل يوم تصحى الصبح أنت هتخزر ربنا؟ يعني هل أنت هتكون عند حسن ظن ربنا فيك ولا لأ؟ هتحقق الحلم اللي ربنا حاطه فيك ولا هتستسلم ويبقى نفسك قصير وخلاص يا جماعه اصل الظروف اصل المشاكل؟ فانا اتمنى ان محدش يستسلم، واتمنى في يوم من الايام اقابل حد يقول لي بسببك ما استسلمتش، وان شاء الله باذن الله يعني نعمل ارقام جديده كتير، لان الرقم اللي جاي ده اول مجرد بدايه لحلم كبير قوي لصدام وغيره من الشباب، وان شاء الله نشرف مصر ونعمل ارقام كبيره قوي كمان تشرف مصر على مستوى العالم. هو في كلام كتير يتقال. انترستنج فعلا اللي هو عمله ده. هو انترستنج ومش انترستنج، يعني هقول لك على طب انترستنج ومفهوم من اي زاويه، مش شيخ بقى من اي زاويه؟ عشان ده مش الطبيعي، يعني انا افهم ان احنا يعني ممكن ننزل نغطس ونطلع نلعب شويه تحت ونطلع نشوف الكورلز نشوف السمك الحلو، يعني زي ما الناس الطبيعيه بتعمل. بس فكره ان انا مش عارفه، هو يمكن زهق يعني، ممكن اعملها لو انا طفشت مثلا عايزه اغير المود، لكن مش طبيعي ان حد يعمل كده. يعني 6 ايام تحت الميه رقم، بتنام تحت الميه. طب باي قلب برضو ده مش يعني مجرد ينام تحت الميه، الراجل ده عايش حياه كامله تحت الميه. ده الواحد فينا لو طول شويه في الشاور بيحس انه قرب يبوش، ده قعد 6 ايام. وهي دي النقطة. فطبعا الموضوع ده عشان يتم بياخد سنين، يعني حسب معلوماتنا انه قعد 5 سنين تقريبا عشان يجهز حاجة زي كده، وحسب معلوماتنا برضو عن صدام ان هو تقدم لخطيبته يعني تحت المية. دايما احنا البنات
بنحب يبقى في كرياتيفيتي بس مش درجة تحت المية. مش يعني عايزة كرياتيفيتي قبلي بقى ست الكل او ده البيس دبة تحت المية. بس صعب نسمع زغروطة بقى في الموقف ده. لا ممكن ما يبقاش صعب. ممكن ما يبقاش صعب طالما بياكل ويشرب وينام ويروح الجيم وبيعمل كل حاجة وبيصلي. لا هي غريبة طبعا يعني. بس اللي عجبني كمان من التقرير فكرة ان هو بيتكلم انه كان بيجمع البلاستيك في البحار وغيره اللي احنا بنتكلم دي يعني مشكلة كبيرة جدا. وزارة البيئة اللي هنتكلم في مصر كانت بتتحدث عنها وفي مبادرات وحملات كمان في العالم بيتكلموا كانوا عن ضرر البلاستيك في البحار وكمان على انقراض بعض الكائنات البحرية. وخليني أقول لحضراتكم برضو دراسة اتعملت بس عام 2019 أكيد في اختلاف دلوقتي بس دي الدراسة الأخيرة يعني اللي أنا قريتها من وزارة البيئة المصرية بتتكلم إن مصر بتنتج 12 مليار كيس بلاستيك سنويا فده برضو رقم ضخم جدا. ودلوقتي برضو بقوا يتكلموا ان احنا عايزين نعمل بديل من البلاستيك لماتيريال تانية علشان البلاستيك ليه اضرار وقد يؤدي لسرطان وغيره يعني. توجه عالمي بقاله كذا سنه موضوع البلاستيك فده شق كويس يعني بيدمر الدنيا على صعيد البيئه البحريه. عندك حق بيدمر الدنيا بمعنى الحرفي صح. دي حقيقه. عايزه بقى اروح قبل الفاصل لان الفقره الاخباريه كده خلصت. معلش نستغل لان احنا على قد ما نقدر بنحب ان احنا نتواصل مع حضراتكم. انا عارفه ناس كتير كانت بتبعت فين فقره السوشيال ميديا. ان شاء الله من الاسبوع الجاي يبقى في فقره ثابته زي ما احنا متعودين. السوشيال ميديا الناس كتير كانت بتطلبها على تويتر تحديدا وعلى صفحة القناة. بس عايز أقول كل سنة ومن أبرز المتابعين اسمه ميدو عبد الغني بعت لي أكتر من 20 تويت الصراحة فكان لازم أن أنا أقول كل سنة أنت طيب عيد ميلاده النهاردة. وبالمناسبة دي هستغل كمان وأقول لزميلنا العزيز اللي كان معانا مينا ماهر كل سنة أنت طيب أن إحنا لسه عارفين برضو أن عيد ميلاده النهاردة. عقبال مليون سنة. فاصل. مليون سنة. ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. وبطلات الأهلي دائما ما يكتبون أسماءهم بحروف من ذهب في مختلف المنافسات بتحقيق الانتصارات والإنجازات بالتتويج بالألقاب الجماعية والفردية في جميع الألعاب الرياضية. وللجمباز بالنادي الأهلي إيقاعه الخاص والمتميز بتحقيق بطلاته العديدة من البطولات المحلية والعربية والقارية. ومن ضمن بطلات القلعة الحمراء في الجمباز ندى عبد الرحمن ونور أشرف وهما ثنائي حقق العديد من الإنجازات. البداية مع ندى التي حققت لقب بطولة الجمهورية وذهبية الفرد العام ومثلها في جهاز المتوازي، كما حصلت على عدة ميداليات فضية وبرونزية في الحركات الأرضية وعارضة التوازن وحصان القفز في أكثر من بطولة محلية وعربية. أما نور فقد حققت أيضاً أكثر من ميدالية في بطولة الجمهورية وذهبية فرد عام وأخرى في المتوازي، ولديها العديد من الألقاب محلية في مختلف المنافسات. ويأمل الثنائي في تحقيق المزيد من الانتصارات والإنجازات واعتلاء منصات التتويج في مختلف منافسات الجمباز محلياً وقارياً وعالمياً. حضراتكم كم الميداليات وكم الشهادات شهادات التقدير. يعني دلوقتي هتقولوا مثلا احنا معانا بطلتين من جمباز النادي الاهلي يعني عندهم مثلا 25 سنه. احنا بنتكلم عن بنتين جمال جدا وبطلتين جمال جدا تقريبا سنهم 15 سنه. خلينا نعرف القصه كلها من ندى عبد الرحمن ونور اشرف. صباح الخير. انتوا صغيرين جدا سنا ولكن اللي انتوا عملتوه حاجه جميله حاجه محترمه وميداليات كتيره. وندى صح كده ونور. طيب انا هبدا معاك يا ندى عشان الناس برضو الاهلاويه بيتفرجوا علينا يبقوا عارفين. ندى ابتدت امتى اصلا تلعب جمباز واشمعنى جمباز؟ ولا كانت رياضه كده دخلتيها وبعدين حسيتي ان انت لا يعني ناجحه فيها وبعد كده؟ انا دخلتها انا عندي 4 سنين. كان عندي واحده صاحبتي اصلا بتلعبها وكانت عجباها وكانت داخله اللي هي تلعب فقالت لمامتي يعني اللي هي خلي ندى تدخل تلعب معايا ومش عارف دي ايه دي صاحبتك. وبعد كده دخلنا ولعبنا وكده وبعد كده عملوا لنا اختبارات وكده وبعد كده عدينا ودخلنا فريق وبعد كده قعدنا مع بعض في التمرين وفي النادي
كسبنا ودخلنا بطولات كتير مع بعض وحققنا وكانت لعبة حلوة يعني الحمد لله. ونور انا دخلتها وانا عندي 4 سنين برضو، بس كان ولد معي في المدرسة كان بيلعبها في الفصل فدخلت الاختبارات وكده وقبلوني بس خلاص. يعني انتوا الاثنين ابتديتوا انتوا عندكم 4 سنين وانتوا الاثنين دلوقتي 15 سنة صح؟ طب اي نوع من الجمباز تحديدا؟ لان في كذا نوع. انت انا فني. انتوا الاثنين اه اوكي. طيب مين في العيلة كان ضد او مع ان انتوا اصلا تلعبوا جمباز؟ لا انا بابا وماما كانوا موافقين وكانوا يساعدونا في التمرين. اه بالعكس ما حدش كان ضدنا في الموضوع ده خالص. يعني كانوا بيشجعوكوا على اللعبه دي شويه؟ فيها اهالي يقولوا لعبه خطر بس لا كانوا بيدعمونا وكده وكانوا بيشجعونا على التمرين. اول ما انا لا مش عارفه انا لابسه انهي ميداليه بتاعت مين دي؟ دي انا هي لو مش عارفين انا ممكن اخدها عادي يا جماعه. لا اول ميداليه حصلتوا عليها يعني هبدا معاكي برضو انا، ده كان سنك كام تقريبا؟ كانت بطوله ايه؟ 6 سنين دي كانت تحت 7 وكلنا يعني الحمد لله جبنا ذهب كفريق وجبنا اول فريق وكده. وانتي؟ انا زيها بالظبط. انتوا كل حاجه زي بعض؟ احنا كنا في نفس الفريق مع نفس الكابتن. اوكي ده عشان كده انتوا في النادي الاهلي من الاول. حلو جدا. طيب معلش بقى على الدراسه لان برده مهم ان الناس تعرف. الدراسه صعبه قوي مع التمرين بالعكس. احنا انتوا الاثنين في سنه كام؟ ثالثه اعدادي. اوكي احنا بنذاكر واحنا في العربيه ما بين التمرين واحنا راجعين. ليه بتتمرنوا تقريبا قد ايه؟ 7 ساعات في اليوم تقريبا. كام يوم في السنه؟ كام يوم في السنه؟ كام يوم في الاسبوع؟ 6 أو 5 انا 6 مش كتير. كتير. طب 6 ساعات يعني ممكن برضو حد دلوقتي انا بحاول اخلي الناس تفهم اكتر. 6 ساعات ليه؟ عشان نتمرن اكتر وفي مثلا تمرين فيتنس وبعد كده ندخل على الاجهزه وبعد كده ستريتشات عشان ما نتمزقش وما نتصابش. اوكي وكده يعني. وهل حصل قبل كده اصابه برضو؟ طبعا اكيد طبعا. ايه بقى؟ يعني انا جالي سبين انكل في رجلي قبل كده وبعد كده الحمد لله عالجتها وريحت ومش عارف ايه وبعد كده رجعت تاني اشتغل وكده وعادي. يعني لعيب الجمباز لازم يستحمل يعدي الاصابه ويرجع. بالظبط كنت بقول هي لعبه اصلا شويه خطره. هي خطر لو مثلا لو حد عنده فيتنس قليل في جسمه وبعديها يعني كل حاجه حد ناقصه حاجه لازم يشتغل عليها اكتر وكده. طيب بما ان انا يعني شايفه تاني معلش سن صغير لكن انا شايفه برضو مخ كبير وزي ما انا قلت تحقيق او يعني في انجازات حاصله حلوه، فانا عايزه اروح معاكم لنقطه كبيره شويه نتكلم عن الجمباز اصلا في مصر ونقارنه في العالم. في مصر انتوا شايفين مستوى الجمباز عندنا واصل لفين؟ وفي نفس الوقت لو هنقارن ببره ايه اكتر دوله الجمباز فيها عامل رانكينجز كويس؟ امريكا. ومصر دلوقتي مقارنه بصراحه على قد يعني كويس. دي احسن يعني ان شاء الله. ايه اللي بينقصنا لو احنا بنتكلم عندنا كوادر حلوه صغيره ناجحه بتحصل على بطولات؟ عندنا النادي الاهلي كمان في الرياضه دي يعني وصل مستوى حلو جدا. لو هنتكلم هنا عن مستوى مصر بقى ايه اللي ينقصنا علشان نقول ان احنا من الدول الاولى مثلا؟ هي خبره وتمرينات يعني من كتر التمارين والبطولات وكده وبطولات بره وجوه مصر وكده ان شاء الله يعني يبقى احسن. يعني انتوا شايفين تدريبات اكتر لكن الموضوع احنا عندنا كوادر عندنا مدربين عندنا مكان كله تمام. طيب لو بصيت برضو شويه وقدام ندى او نور حابين توصلوا لفين؟ ان شاء الله ندخل اولمبيكس. عشان توصل للاولمبيكس دي عايزه شغل كتير دي. يعني انتوا حاطين في دماغكم انا هعمل ديديكيشن او انا يعني كل حياتي هتبقى مصابه في الرياضه اكتر والحته التعليم بنحاول نهتم بيها حاجه مهمه برده في حياتنا فبنحاول اي وقت فاضي نظبط الاثنين مع بعض. طيب ومين من يعني مين من الاهالي عندكم بيروح معاكم التمرين؟ مين دايما بيشجعكم؟ الامهات اكتر. ماما وبابا برده ساعات بيوديني وكده. يعني في حد رياضي في العيله اصلا؟ مفيش حد؟ انا اخواتي. اخواتك لعبوا ايه في الاهلي برده؟ بيلعبوا سباحه وجمباز. بنات؟ لا ولاد. ورايكم ايه في فكره هنا كمان البنات في النادي الاهلي؟ يعني هتكلم رياضه النسائيه يعني اللي هي واصله مفروض في النادي الاهلي وده بالارقام احنا مش كلامنا لمستوى كويس جدا. انتوا شايفين ده يعني اوصفوا برضو الصوره للناس تحديدا من الرياضه النسائيه. انا عايزه اتكلم يعني هي حاجة مهمة برضو للبنات تشارك في لعبة زي دي برضو وكده وهي لعبة ممتعة وكده يعني المفروض الواحد يبقى مستمتع وهو بيلعبها
ويأدي أحسن حاجة عنده وكده، فالناس بتتفرج بيبقى مستمتعين باللعبة كمان. فهي لعبة حلوة. انتوا عددكم قد إيه تقريبا في الفريق؟ فريق 10 أظن. وفي ال ده في النادي عامة 10 في النادي السن بتاعنا احنا 10 والبقية. يعني عايز اعرف انت احنا عندنا من سن كام لكام؟ سن كام لكام؟ يعني هو بيبدا من تحت 7 لغاية بقى درجة أولى. واحد دلوقتي درجة تانية ويعني خلاص. الأولى تبدا من كام سنة بقى؟ المفروض السنة دي يعني السنة الجاية 16 مثلا. 16. اوكي انا مبسوطة بيكم والله بجد، يعني انتوا الاثنين نموذج حلو جدا. بس عايزاكم برضو تهتموا بالدراسة، مش عشان حاجة بس، عشان يبقى في قدام حاجة برضو أنا بعملها جنب الرياضة، لأن ممكن في أي وقت أي حد يبطل. بس طبعا استمروا، إحنا نفسي أنا نفسي فعلا توصلوا اللي أنتوا عايزينه في الأولمبياد. بس خليني أروح معاكم برضو بما أن أنتوا صغيرين، أستغل وجودكم معايا أن لو حد من الأهالي دلوقتي بيتفرج وعنده بنت صغيرة أو حتى ولد صغير وعايز أن هو يخليه بطل رياضي، يعمل إيه غير أن هو يخليه يشترك؟ يعني ايه اللي كانوا اهاليكم بيعملوه معاكم عشان نوصل للمستوى المشرف ده؟ يعني يهتموا بالاكل والغذاء. انا هسمع كل واحد. الغذاء والنوم والفيتامينز يعني الاهتمام بالتمرين برضو لازم، والستريتشات والحاجات دي، ولازم الاكل والنوم والحاجات. يعني انتوا في البيت الموضوع مش مفتوح، لا في مواعيد للنوم، في مواعيد، في اكل معين، ده في البيت في قواعد صارمة يعني. طب ده ما بيأثرش برضو انتوا لسه صغيرين ان انا عايزة اخرج، ان انا عايزة اسافر؟ بيأثر طبعا، ما بيبقاش فيه وقت. انا شايفاكم بتقولوا بيأثر وانتوا زعلانين. يعني طبعا الاول قبل ما نكمل كنا، بس الصور دي كانت امتى؟ دي لسه الاربع اللي فاتت، الاسبوع اللي فات. دي الاربع اللي فات في ايه؟ بطولة الجمهورية. وصلتوا فيها؟ انا اول فردي عام واول متوازي وتاني فريق. برافو عليك. طيب خليني ارجع للنقطه اللي كنت بكلمك فيها. ايه بقى؟ يعني هو لازم الطفل يعني يكون حابب اللعبه اللي بيلعبها عشان يبقى مستمتع وبيلعبها وكده. يبقى اول حاجه ما حدش يجبر ولاده على ان هم يلعبوا لعبه او رياضه هو مش شايفين ولاده فيها كويس. كويس يبقى في نظام صارم في البيت. وايه تاني؟ ويكون يساعد عشان اللعبه دي الاكل والنوم والتمرين كويس ويبقى. طب النقطه اللي احنا كنا بنتكلم فيها اللي هي برضو حياتك مش هتبقى زي اصحابك في سنك، مظبوط كده؟ وهتلاقي مثلا الفريق بتاعك صحابك اللي في الفريق هم دول اللي انت عايشه معاهم اكتر، صح؟ لان هم اللي حياتهم شبهنا. ازاي لو حد صغير بيسمع هتقولي له او توصلوا له المسج ان معلش هو ممكن ما يعيش حياه مثلا طبيعيه زي اصحابه التانيين في المدرسه، لكن ده هيكون كويس؟ دي انتوا اصلا عملتوا ده ازاي؟ ازاي كنت مثلا في الصيف ممكن يبقى اصحابكم في الساحل، يبقى اصحابكم في خارجين، يبقى في عيد ميلاد، بس انت عندك انتوا عندكم تمرين فمش هتروح؟ احنا برضو الرياضه لازم تعاون في التمرين، فاحنا بنكون صداقات وكده، بنبقى يعني كوان تيم وكده، فاحنا بنحب بعض وكده. ممكن نخرج في اي وقت برضو اللي يبقى في وقت مناسب لينا يعني. اللي مش ما يكون معاه في تمرين او بعد التمرين ساعات بنخرج كده يعني. يعني برضو بنخرج وعادي يعني كده بس كده يعني اللي هو في خروجات بس مش زي بتوع اصحابنا التانيين اللي هم بقى يقدروا يخرجوا في اي وقت المدرسه ويسافروا. مين مثالكم الاعلى؟ كل واحده هتجاوبني لوحدها في من الرياضيات في مصر. اكيد انتوا على المستوى السباحه عارفين اسامي، عندنا فريد عثمان، عندنا رانيا علواني، كابتن رانيا علواني زمان يعني ما اعرفش تعرفوها اكيد طبعا. وفي على مستوى السكواش عندنا نور الشربيني، رنيم، يعني عندنا اسامي كتير. مين مثل ليكوا اعلى؟ مش لازم تبقوا عايزين نفس الخطى او نفس الرياضه، بس مين بتحبوها من الرياضيات المصريات تحديدا؟ يعني في واحده اسمها فرح احمد، فرح سعيد. دول يعني في مصر احسن اتنين دلوقتي بيلعبوا وكده. انا وهي نفس الحاجه، هي فرح، دول بيلعبوا جمباز. نفسكم تبقوا حاجه كده او على المستوى لو هنتكلم الدولي سمبايلز. ده انت مش ممكن. يا رب يحقق كل احلامكم بجد وتحصلوا على مزيد من البطولات مع النادي الاهلي وتوصلوا كمان للاولمبيكس باذن الله. انا مبسوطه بيكم جدا بجد. وزي ما كنت بقول لحضراتكم احنا دايما في 10 الصبح في الاهلي بنعرض النماذج للمراه والفتاه المصريه الرياضيه الاهلاويه اللي فعلا كلنا بنبقى مبسوطين وبنفتخر بيهم. يعني انا مبسوطه وان شاء الله تبقوا معانا مره ثانيه. شكرا ليكم. ونروح فاصل سريع وهنرجع نكمل الفقره الجايه زي ما كنت بقول لحضراتكم هنتكلم فيها بقى عن الكرة، وهيبقى معايا الفقرة دي أنا وكريم هيعود مرة تانية. فاصل نرجع نتكلم.
بعد نهاية فترة التوقف الدولي الذي خاض فيه منتخبنا الوطني الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم ونجح في قطع تأشيرة المرور إلى المحفل القاري، يعود الأهلي لاستئناف منافساته المحلية والقارية. مباراة المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا هي التحدي القادم للنادي الأهلي على أرض الأشقاء السودانيين، ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني برصيد 7 نقاط جمعهم من انتصارين على كل من المريخ في القاهرة بثلاثية نظيفة وفيتا كلاب في الكونغو بنفس النتيجة، فيما تعادل مع بطل الكونغو في القاهرة بهدفين لكل فريق وخسر أمام سيمبا التنزاني في دار السلام بهدف دون رد. ويسبق الأهلي في الترتيب بطل تنزانيا برصيد 10 نقاط فيما يحل المريخ رابعا برصيد نقطة واحدة. الفوز وحده هو هدف المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني الذي يسعى إلى الصعود كأول المجموعة، والفوز على سيمبا في القاهرة لضمان التأهل كأول المجموعة. ويستكمل الأهلي أيضا بقية منافساته المحلية بلقاء النصر في كأس مصر قبل لقاء القمة مع الزمالك في منتصف أبريل المقبل، وهو اللقاء الذي يعول عليه المدرب موسيماني الكثير في حسم قمة المسابقة المحلية مع الفوز بمؤجلاته ليحلق النصر الأهلاوي على صدارة جدول المسابقة من جديد للحفاظ على لقبه الغالي الذي احتكره في السنوات الخمس الأخيرة. يا أهلا بكل حضراتكم مرة تانية. طبعا الأهلي بيواصل استعداداته عشان المنافسات القادمة واللي هتبتدي إن شاء الله يوم السبت الجاي بمواجهته مع المريخ في السودان. هنتكلم عن تفاصيل الاستعدادات وعن تحديات المرحلة القادمة مع ضيفنا العزيز كابتن محمد حشيش نجم النادي الأهلي السابق. صباح الفل عليكم ونورنا. بونجور يا كابتن، والله بنبقى مبسوطين وحضرتك معانا بجد. أنا ببقى مبسوط أكتر، بنتفائل كده وبتبقى الماتشات اللي جاية وشها حلو يعني. يا رب يا رب دايما إن شاء الله بإذن الله. طبعا عندنا بقى يعني مواضيع كتير نتكلم معاك فيها، بس تعالى نبتدي برؤيتك ورأيك في أداء لعيبة النادي الأهلي مع المنتخب الفترة اللي فاتت. يعني أنا هحكم على أداء لعبة النادي الأهلي في ماتش فيتا كلاب الأول. طبعا دي خطوة كانت مهمة جدا بالنسبة طبعا للعيبة وللنادي الأهلي وإثبات الوجود وتحسين الأوضاع في طبعا المباريات عشان طبعا في المجموعة عشان التأهل، وعودة هيبة النادي الأهلي وفريق النادي الأهلي اللي راجع ببرونزيت كاس طبعا عالم الانديه وبطل افريقيا حامل اللقب. فكان مهم قوي انه لازم يعمل نتيجه كويسه في مباراه فيتا كلاب ويعمل اداء كويس، والحقيقه كان مكسب كويس واداء كويس بيطمننا على المرحله اللي جايه، وفي نفس الوقت بيدي يعني الارم كده للفرق ان انا البطل ممكن يكون ريح شويه نتيجه للضغوط المباريات ونتيجة للإرهاق وجاي من كاس عالم للأندية وإصابات وحاجات كتيرة، إنما البطل هو البطل. لأن أنا ما ببصش النادي الأهلي ما ببصش إن هو يعني يصعد للأدوار التانية، لا، الأهلي دايما بيبص للبطولة التاسعة وإن شاء الله العشرة، ويعني تتولى طبعا البطولات. ده يخلي لعيبه الاهلي يبقوا منورين في وسط المنتخب. بالظبط، الحقيقه كان من اهم الـ 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 يعني الاشياء في الموضوع ده ان التاهيل النفسي كان كويس قوي للنادي الاهلي في ماتش فيتا كلاب. طبعا ماتش قديم فمش عايزين نتكلم عليه كتير، بس ده يجرني بقى طبعا للمنتخب. القمر كمان طبعا. دايما النادي الاهلي لعبته عنصر اساسي في المنتخب المصري على مدار اجيال كثيره جدا، والغالبيه العظمى من قوام منتخب مصر هو دايما من النادي الاهلي. ولو نفتكر الفتره بتاعه كاس الامم 2006 و2010 اللي مصر حصلت عليها، كان القوام الاساسي بتاع منتخب مصر هو لعيبه النادي الاهلي، وكان دايما المقوله بتقول ان لو النادي الاهلي كويس ولعيبه النادي الاهلي كويسه يبقى المنتخب هيبقى كويس. والحقيقه ده شفناه بقى لو رجعنا بقى للمباراة المباراتين بتوع كينيا وجزر القمر. طبعا الاول يعني حسام البدري برضو معذور شويه يا جماعه، لان ظروف المنتخب الفتره دي مش واخد حقه في التجهيز والتجمعات زي الفترات اللي قبل كده. قبل كده كان بيبقى فيه توقفات كتير
والتجمعات كثيره للمنتخب ومباريات وديه. عشان بس ده كل كابتن حشيش يعني ده مش على مصر بس، ده الوضع العام سواء يعني على الدول المشاركه او حتى على العالم. طبعا احنا بنتكلم برضو على يعني معظم المنتخبات الافريقيه دلوقتي عندهم كم كبير جدا من اللعيبه المحترفه. يعني مش يعني سيبنا من المنتخبات الاوروبيه، هنتكلم على المنتخبات كويس. معانا في القاره يعني لو اتكلمنا على الكاميرون على السنغال على مالي ارقام كبيره جدا جدا في اللعيبه محترفه بره. فاللعيب المحترف ده ما بيفرقش معاه التجمعات، اللعيب وصل لمرحله كبيره جدا من المستوى من الخبرات من المنافسات الخارجيه اللي بيقابلها في الدوري الانجليزي والالماني والاسباني والايطالي. احنا برضو لازال اعداد اللعيبه المحترفه عندنا قليله، عشان كده احنا برضو يعني هتجرنا الحاجه بعد كده احنا لازم نفتح الاحتراف، عشان ما نجيش نقول مثلا احنا عندنا ثلاثة بره بنجيبهم بالعافيه، لا لازم يبقى في اعداد اكثر من كده، لان الاحتراف بيضيف للعيب مستويات عاليه وبالتالي بينعكس على منتخب مصر. المجموعه اللي كابتن حسام ضمها مش معقوله هينزل من اول مباراه باداء يعني مبهر، باداء مبهر ونتيجه جامده، بدليل ان احنا الحمد لله شفنا تغير كبير جدا في اداء المنتخب من المباراه الاولانيه بتاعت كينيا للمباراه الثانيه، شفنا اداء كويس وفي انسجام وفي حاجات كتيره. انا باخد بس على يمكن الجهاز الفني في المباراه الاولانيه بتاعت كينيا ما كانش فيه تاهيل كويس، واحنا هنرجع نقول انا هقول مره واثنين وثلاثه، التاهيل النفسي وخلق الدوافع الكبيره للعيبه هو ده الفيصل في الاداء، لان انا ممكن اجيب لعيب محترف من بره واداؤه ما يبقاش يمكن اللعيب المحلي يبقى احسن، وانا مش هقلق ان انا اتكلم بالنسبه مثلا لاحسن المحترفين عندنا وهو محمد صلاح. محمد صلاح في المباراه الاولانيه اداء طبعا دون المستوى، احساسي كمان بصلاح انه بيشيل رجله من على الكوره مش عايز يضغط او يلتحم في الكرات. فطبعا لما تيجي تبصي على الاداء ده، لا انا ممكن واحد محلي لسه متعطش انه يلعب منتخب مصر يبقى احسن منه. اللي تداركه بقى بعد كده صلاح في المباراه الثانيه، انما المباراه الاولانيه بصراحه يعني وهو برده معذور، لانه زي ما بقول لك التجمع بتاع المنتخب لو في تجمعات قبل كده اللعيبه لما تيجي بتفصل شويه ما بين اهدافها اللي بره اللي بتلعب فيها هناك في الدوري مثلا الانجليزي. لو هنتكلم على صلاح عنده مباراه مهمه جدا مع ريال مدريد في بطوله اوروبا طبعا، فجاي بيلعب مره واحده كده في يوم وليله مع كينيا في كينيا مع منتخب مصر، وهو يهمه طبعا كم مره هيقابل صلاح ريال مدريد و و و و فطبعا كان الحته دي فارقه معاه وفارقه مع المحترفين اللي كانوا موجودين. شفنا مصطفى محمد مفيش خالص خالص، تريزيجيه كان هنا بس عدم التوفيق ده برضو يعني ربما يكون وقتي، لان مصطفى محمد بصراحه لعب كويس هو طبعا جداً من اللعيبه يعني المتالق في ده مش عدم توفيق في الحاله دي بقى. انا عايز اقول ان هي مش مساله يعني في حاجه اسمها عدم توفيق وفي حاجه اسمها انا ادائي مش كويس انا ما بعملش اللي عليا. حضرتك شايف هو كان عدم توفيق ولا اداء مش انا شايف ان اداء غير مقنع بالنسبه لمحمد صلاح بالنسبه لمصطفى محمد؟ لا مش كده. طب ما الكلام ده بقى معناه ان يعني الاحتراف اللي حضرتك بتطالب بزياده اعداد اللعيبه فيه، طب ما هو كده مش جايب همه بقى لك بره في دماغه فيبقى خايف على نفسه، فما ده هينعكس بالسلب على المنتخب. هو ده بيرجع بقى لدور الجهاز الفني ان انا ازاي انقل اللعيبه دي من الاهداف بتاعتها اللي جايه بيها للهدف الاساسي وهو منتخب مصر. لان المفروض والطبيعي ان انا كلاعب انا بحترف عشان افيد منتخب مصر طبعًا. وافيد نفسي وهي اضافه لاي لاعب برضو انه بيشارك طبعًا. يعني طبعًا. حاجه طبعًا. تحسب ليه حاجه اساسيه انك تلبس تيشيرت بتاع البلد بتاعتك وتمثل مصر وتعمل انجازات مع منتخب مصر. بس زي ما بقول لك هو فرق التوقيت كان يعني صعب، الناس جت كده في يوم وليله كينيا ماتش ما تضربوش مع بعض يمكن تمرين واحد ولا يعني حتى شفنا حجازي جه على هناك ما جاش على القاهره. ده برضو بيدي مؤشر برضو يا كريم انا هوند على يعني انا لو ماسك منتخب مصر مش هيبقى فيصل عندي لعيب محترف او لعيب محلي، لان احنا مثلا في البطولات اللي جابتها مصر قبل كده كان قوام المنتخب كله محلي واخد بالك ازاي، وكنا بنلاعب محترفين جامدين جدا في الكاميرون وفي غانا وفي الحته
فهو الفيصل عندي هو الأداء والروح، لأن الكرة من غير روح ومن غير دافع قوي، لو انت بليه انا اتكلم على بليه عشان انا من الاجيال الحلوه دي، فدي ده مهم قوي ان انا يبقى عندي دافع وان انا عايز اعمل يعني بطوله وعندي هدف وعندي طموحات وعندي دافع ان انا العب. شفنا الكلام ده اتغير في الماتش الثاني الحقيقه، لا شفنا تغييرات في المباراه، يمكن بعض التغييرات دي تناسب طريقه اللعب اللي بيلعب بيها كابتن حسام. يعني انا شايف ان وجود، لو هنتكلم فني شويه، ان وجود مثلا محمد صلاح وتريزيجيه مع مصطفى محمد، طريقه اللعب بتاعه محمد صلاح وتريزيجيه ما بيلعبوش على الاجناب، هم اساسا بيلعبوا من اختراقات من النص، فده بيقفل برضه على راس الحربة. وفي نفس الوقت راس الحربة اللي زي مصطفى محمد لعيب كويس قوي وبيجيد الكور العرضية واللعب بالرأس، محتاج حد وينج اللي هو الونجات اللي بتلعب على الخط وتلعب العرضيات الكتيرة، فدي يعني ما كانش فيه تناسق شوية في الناحية الهجومية. لو بصينا على الماتش اللي بعده لما نزل محمد شريف مش راس حربة محطة رئيسي، محمد شريف من النوع اللي بيجري فيه، من احسن الناس اللي بتتحرك في التلت الاخير وبيخلق مساحات وبيطلع بره وبيخش جوه، فالشغل بتاعه تناسب مع لعبة تريزيجيه ومحمد صلاح. فشفنا الخط الهجومي الماتش الاخير ما تعرفيش مين اللي بيلعب في راس حربة، ما تعرفيش مين بيلعب الجناب، شفنا محمد صلاح جاي من الحته بتاعته وداخل على جوه بيحرز هدف، محمد شريف كذلك كان بيطلع على الاطراف، وشفنا قفشه بصراحه كبلاي ميكر يعني اكثر من رائع، عاد مره ثانيه طبعا قفشه ده جاي الدور عليه، دي حاجه ثانيه لانه بقى من القوام طبعا او من الاساسيين او العمود الفقري بتاع منتخب مصر، ويكاد يكون هو دلوقتي الاوحد في الحته بتاعته يعني. صحيح. فاللي انا عايز اقوله ان حسام برده ما خدش الفرصه بتاعته انه يشوف يجرب. لازم تجربي ده مع ده، وبرده هنقول ان مش شرط لعيب يبقى كويس قوي او الثلاثه كويسين قوي ينسجموا مع بعض، هو انا بلعب ازاي وواجبات الطريقه دي عامله ازاي واللعيبه اللي تتناسب مع الطريقه بتاعته. شفنا بقى برضو طبعا لعيبه النادي الاهلي، محمد هاني عمل مباريات طبعا قويه جدا جدا وحاجز مكانه في ناحيه حته الباك رايت، ما كانش فيه فرصه لايمن اشرف ان هو طبعا نتيجه للاجهاد، والحمد لله انه برضو ما اشتركش عشان برضو احنا عندنا مباراة مهمة هنتكلم عليها طبعا، المباراة الإفريقية في غياب طبعا لسه علي معلول. المنتخب طبعا قدر يحسن الصورة بالنسبة للجمهور المصري بالنتيجة وبالأداء، طبعا هنرجع نقول برضو الفنيين ان مش مقياس برضو جزر القمر، اكيد كون انها كانت اول مجموعة او كده انها برضو يعني نتيجة لظروفنا احنا اللي تعثرنا في المباراة من البداية، لكن هي ليست بالمنافس القوي تماما يعني، ومحتاجين شغل كبير ومحتاجين ان احنا يعني نعمل عمليات احلال وتبديل في الملعب لغاية ما نوصل على القوام الرئيسي. ما يفرقش معايا اذا بقول محترف او محلي، ندي فرص، ما انا ممكن اكون جانبني التوفيق في الاختيارات في بعض المراكز او في ناس ما تمش اختيارها ممكن استعين بيها في الفترة الجاية، احنا لسه عندنا التصفيات ولسه عندنا أمم إفريقيا السنة اللي جاية، فكل ده بيدي فرصة لحسام إن هو يجتهد. بس الأهم يبقى اتحاد الكورة اختار الكابتن حسام البدري مدير فني المنتخب المصري نقطة، ونتكلم بقى نساند جمهور إعلام، لازم نعمل الدعم الكافي. لو احنا بعد ماتش كينيا كان المدرب اللي موجود ده مدرب أجنبي ولسه جايبينه من بره ومتعاقدين معاه وعمل نتائج، كانت الناس عملت ايه؟ لا اعتقد كانت حصور برضو كابتن حشيش، خلينا نبقى بس عايز اقول لك حاجه، وهيقول وقتها اللي جايبينه لنا ده من بره، بس اقول لك على حاجه، كنا وفرنا الارشينات ده كنت هتلاقي رد فعل، بس انا هقول لك على حاجه كريم، كان ممكن يقول لك ايه يا عم الراجل لسه جاي برضو لسه ما عرفش الفرقه واصل كذا واصل كذا زي ما عملنا، ممكن يترقع له بقى بعد كده. هو انا هتفق في جزئيه، لان بعض الهجوم اللي كان على كابتن حسام البدري ما كانش ليه علاقه قوي بالحته الفنيه على قد ما كان ليه علاقه بالمرتب وبالابتسامه وكمان وعايز يعني اقول لك وعايز اقول لك بالاهواء برضو والالوان الالوان اتدخلت بعضه برضو في بعض الاوقات،
وبعدين انت مالك بيه ان هو مكشر ولا وشه كده ولا طب ما حسام طول عمره كده معانا. ايوه يعني واحنا في الملعب احنا زمايل في الملعب. هو طول عمره جد، حتى في اوضه اللبس كان ما بيحبش يعني من اللعيبه اللي ما بيحبش حد يهرج معاه. ايوه في هي بتبقى شخصيات على كل حال كابتن حشيش. وكانت اللعيبه بعد اقول حته كده الحسام ولا لا هنقول كل حاجه احنا مش هنخبي حاجه بس احنا عايزين نروح للقطه مهمه دلوقتي لان كان كابتن الخطيب كابتن بيبو حرص ان هو يروح يزور اللاعبين دلوقتي وهنعرض لحضراتكم بعض اللقطات يعني اثناء المران وقبل سفرهم حاجه اعتقد في منتهى الجمال ورفع روح المعنويه ودايما بيكون كده في رسائل بيقولها لهم بتبقى بتفرق جدا كابتن حشيش مع اللعيبه. بنتفائل بالزياره دي والله العظيم على طول المنظر ده اتكرر والنتيجه بتبقى حلوه والنتيجه الحمد لله بتبقى كويسه. طبعا كمان المباريات او السفريات اللي بيسافر معاهم هو بقى بتبقى اختلاف تاني. لو تفتكري الهلال السنه اللي فاتت وكان برضو نفس الظروف وظروف صعبه في التاهل وسافر معاهم والمباراه بتاع تونس طبعا المونديال صح. فهو طبعا تاثيره قوي جدا جدا صح. هو تاثيره قوي من ايام ما كان لعيب حتى يعني واحنا بنلعب يعني هقول لك على حاجه. كابتن خطيب في الفتره اللي انا كنت فيها ده ما كانش كابتن الفرقه كان الكابتن الفرقه كابتن مصطفى عبد بس هي كاريزما لما كابتن مصطفى يتكلم كلمتين تلاقي كابتن خطيب يتكلم الناس بقى قاعده وبتبص ومركزه وبتاع. هو عنده الحته دي يعني هو عنده حته الكاريزما وعنده ان يقدر ياثر في اللعيبه ازاي طبعا. يقدر يتكلم حتى كان بيكلمنا كل واحد على حدة بيكلم كريم غير ما يكلمني غير هو له طريقة الحقيقة من زمان يعني يجيد الموضوع ده فدوره كبير جدا جدا بصراحة جميل. وبعدين لما أكون بقى يعني الأسطورة أو كابتن النادي الأهلي أو رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بيتكلم مع حد طبعا يعني بيفرق. الشق المعنوي ده يعني بيعمل سحر بجد والله يعني بيفرق جدا خصوصا يعني احنا بنتكلم في فكره هنا عندنا ست لعيبه كانوا مع المنتخب ورجعوا لنا وفي ضغط عليهم تحديدا هم لان يعني ما فيش يوم ولا يومين راحه حتى ففكره التواجد ممكن يفرق كتير. بص انا هوندا عايز اقول لك حاجه احنا بالذات المصريين او الشرقيين عموما النفسيه بتفرق معانا جدا. بتفرق جدا العامل وهو رايح شغل الصبح لو مش مبسوط من بالليل ومزاجه رايق ويعني نفسيته حلوه مش هيعمل حاجه. لعيب الكوره كذلك المذيع كذلك احب اطلع على الهواء المذيع كذلك ايوه اموره والمكياج ومظبطه الدنيا محدش مزعلني خالص محدش يضايق قبل الهوا بتختلف بينعكس على وشك صح. فما بالك بقى لعيب كوره اللي بيبقى فيه احنا مش عايزين نقول انه نازل معركه بس هي منافسه ومنافسه طبعاً قويه جداً. لازم يكون الدافع عنده قوي جدا عشان يقدر يدي من غير دوافع مفيش اي حاجه بتعمل. طيب خلينا بقى نقف عند النقطه دي ونستاذن حضرتك هنطلع فاصل سريع ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا. اتفضل عودة من جديد 10 الصبح في الأهلي وضيفنا العزيز كابتن محمد حشيش. ولكن قبل ما نكمل كلامنا بقى عن يعني النقطة اللي كنا وقفنا عندها معانا على التليفون ومن خلال الشاشة زميلنا العزيز مينا ماهر وآخر كواليس ما قبل سفر بعثة النادي الأهلي. أنا تخيلت اللحظة ده مكالمة مش عارف ليه. يا مينا صباح الفل مرة تانية وكل سنة وأنت طيب يا مينا وعقبال مليون سنة. كل سنة وأنت طيب يا مينا. ربنا يخليكم وحضراتكم طيبين بجد تحياتي ليكم مره اخرى بجد تحياتي الساده المشاهدين. يمكن انتهى بالفعل تدريب النادي الاهلي استعدادا لمباراه المريخ السوداني يعني يمكن تدريب شهد تالق كبير من جميع اللاعبين شهد حماس كبير في الملعب. يمكن في الاول طبعا زي ما قلنا كان في تدريبات استشفائيه للاعبين يعني اللي رجعوا من معسكرات المنتخب ان كان المنتخب الاول او المنتخب الاولمبي ولكن بعد التدريبات الاستشفائيه شاركوا بالفعل في التقسيمه اللي عملها مستر بيتسو موسيماني كان تقسيمه عباره عن ثلاث تقسيمات لفريق النادي الاهلي بصراحه شاركوا بشكل قوي جدا يعني عايز اقول لكم الاجواء هنا مليانه حماس الاجواء كلها تركيز على المباراه القادمه الحاسمه ان شاء الله تكون لنصيب النادي الاهلي يقدر يفوز ويحقق من خلال بوابه السودان يحقق الصعود لدور الربع النهائي من دوري ابطال افريقيا. يمكن كابتن محمود الخطيب كان متواجد في المران حضر المران وكان بيؤازر اللاعبين وبيشجعهم على اهميه الفوز في المباراه
المقبلة والصعود إلى دور ربع النهائي. يمكن ده حاجة متعودين عليها من دايما من كابتن محمود الخطيب، إن هو دايما بيؤازر الفرقة في خلال المباريات الهامة والقوية زي المباراة دي. الخبر المفرح والصار بالنسبة لنا جميعا وهو بخصوص اللاعب محمود عبد المنعم كهربا. يمكن في بداية المران كان في جلسة حوالي 5 دقائق ما بين مستر بيتسو موسيماني وكابتن سيد عبد الحفيظ ودكتور عمرو محب المترجم الخاص وكابتن عبد المنعم محمود عبد المنعم كهربا. يمكن بعد التمرين كلمت مع كابتن سيد حفيظ اللي اكد لي على ان كهربا قدم اعتذار رسمي لكابتن المستر بيتسو موسيماني ولكابتن سيد حفيظ واللاعبين، وقال انه ان شاء الله هيكون متواجد في خلال صفوف التدريبات الجماعيه مره اخرى للفريق بعد العوده من مباراه المريخ السوداني، وهيكون امر يعني مشاركته في المباريات راجع لمستر بيتسو موسيماني، لكن هيكون موجود بشكل مستمر في التدريبات الجماعية مرة أخرى بعد تقديم الاعتذار الرسمي لمستر بيتسو موسيماني وكل اللاعبين والجهاز الفني والإداري. خلاص يعني بالفعل في خلال ساعة هيكون يتم توجه اللاعبين إلى مطار القاهرة الدولي. يعني يمكن دلوقتي لسه التدريب منتهي منذ حوالي 10 دقائق، ويمكن اللاعبين دلوقتي بيجهزوا ليه ذهاب للأوتوبيسات وإن شاء الله يروحوا لمطار القاهرة الدولي. كل التوفيق وإن شاء الله كل الدعم لفريق كرة بالنادي الأهلي، إن شاء الله يقدم مستوى قوي ومستوى مطلوب، وكلنا أمال إن شاء الله النادي الأهلي واللاعبين والجهاز الفني واثقين فيهم إن هم يقدروا يقدموا لنا مباراة قوية ويرجعوا لنا إن شاء الله بصعود لدور ربع النهائي. دي كانت كل الكواليس والأخبار المتعلقة بتدريب النادي الأهلي. عودة لكم مرة أخرى في الاستوديو. انا هروح بس معاك سريعا يا مينا قبل ما نختم، لان انا حابه جدا كمان الجمهور يعرف ما دار بين كابتن بيبو والفريق، يعني في اي حوار سمعته، في اي ملاحظات كابتن بيبو قالها لهم، عايزين تنقل لنا الصوره علشان برضو احنا حابين نعرف ايه اللي اتقال. دايما بيكون كابتن محمود يعني خطابه مع الفريق مشجع جدا وبيبقى فيه رسائل قويه، فحابين لو انت عندك اي معلومه تنقلها لنا، اتفضل. يمكن كابتن محمود كان موجود وحضر التمرين بالفعل، كان قاعد في جلسه مع كابتن سعد عبد الحفيظ، ما التقاش باللاعبين الى حد الان، ولكن بيتكلم مع كابتن سعد عبد الحفيظ ان هو بيبعت رساله للاعبين باهميه هذه المباراه واهميه الفتره الجايه ان شاء الله في مسيره دوري ابطال افريقيا وفي مسيره البطوله العاشره للنادي الاهلي. يعني يمكن كان بيتكلم مع كابتن سعد عبد الحفيظ على اهميه ضروره الانسجام وضروره التركيز مع جميع اللاعبين فيما هو متعلق داخل دوري ابطال افريقيا وايضا الدوري المصري. يمكن ما اتكلمش مع اللاعبين لانه كان اللاعبين سايبهم مركزين في التمرين، ما رضاش يوقف التمرين، ما رضاش يعني يوقف اي حاجه ليها علاقه بالتدريبات. يمكن بعد ما اللاعبين خلاص ودخلوا على غرف الملابس وانا معاكم دلوقتي، يمكن في جلسه ما بين كابتن سيد الحفيظ وكابتن محمود الخطيب. رائع جدا، على كل حال كل التوفيق، واحنا اكيد في قناه الاهلي متابعين يعني الفريق خطوه بخطوه. شكرا ليك يا مينا جدا. جميل جدا اللي احنا برضو دلوقتي يعني شفناه، وعايزه بقى يعني هنعلق، بس انا عايزه اروح مع حضرتك علشان ما انساش انا وكريم النقطه دي، كنت عايز تحكي لنا كواليس على كابتن حسام البدري. صح كده؟ حسام كان يعني زي ما بقول لك هو يعني شخصيته جاده جدا، يعني احنا في اوضه اللبس طبعا لعيبه مع بعضها. لا ده من كام سنه بقى تقريبا؟ لا ده من كتير قوي بقى، ثمانينات. عشان نعرف بس الشخصيه ما اتغيرتش بقى لها ثمانينات. يعني كنا وقتها مثلا يعني احنا 22 23 سنه 21 سنه. فحسام ما كانش بيحب ابدا الموضوع ده، فكنا عشان نستفزه او حد من اللعيبه طبعا يستفزه، لان ممكن حسام لو حد استفزه يتخانق على طول، يعني ما عندوش كنترول في الحته دي، فيجي يقول له ايه يا حسام ده انت زايد قوي، انت زدت ليه كده؟ يروح باصص له جامد كده بالبصه بتاعته يقول له زايد ازاي، يروح واقف قدام الاوضه اللبس كان فيها مرايات كده كبيره طبعا مزوقه في الحته، يقعد ازاي يعني لا لا لا، مش يقول له لا لا بص عندك الحته دي والحته، هو ولو حس بقى ان حد ضحك ممكن تتقلب بجد. طب وفي الملعب برضو كان الاتيتيود كده يعني؟ لا لا كان حاجه جامده جدا، حسام جد جد في كل حاجه، في تركيبه الشخصيه فعلا، وكان من اقوى اللعيبه اللي في الالتحامات اللي شفتها على مدار حياتي. يعني مش عايز اقول لك ممكن حسام كان لما كان بيلعب مساك لو واحد من الفرقه الثانيه بيشوط على الجون ممكن حسام ينزل بدماغه في رجله من كتر الجديه والقوه يعني. وعلى فكره هو بطل بدري نتيجه للالتحامات الصعبه. كنا في ماتش بطوله افريقيا في المغرب وكان في كره قصيره كده طاهر لعبها له، فبيعمل
تاكلينج بين دفاع وهي قصيره، فواحد كتب معاها هي دي اللي اثرت، جاله صليب وكان الصليب. ده معنى كده بقى ان المفروض يبقى فيه تحفظات كتير قوي عنده على التحامات اللعيبه بتوعه. طبعا في بعض المباريات بالشكل ده اكيد طبعا. اكيد انما هو زي بقول لك ده هي الشخصيه ما بتتجزاش اكيد هي طبعا. الشخصيه على بعضها كده هو شخصيه جاده، بس هو طبعا مدير فني كبير وله خبرات كبيره جدا مع النادي الاهلي ومع طبعا المنتخب الاولمبي، يعني ان شاء الله باذن الله كلنا وراه بنتمنى له طبعا كل خير يعني. طيب تعقيبا على بقى التقرير او يعني المراسل معانا مينا ولنا قال لنا خبر كهربا تحديدا، ما هو ده اللي انا عايز اتكلم فيه. لازم اكيد نعلق على النقطه دي. طبعا في البدايه احنا قلنا لقاء الكابتن خطيب مع اللعيبه ده بيدي دوافع كبيره، وزي ما اتكلمنا فيه وعاده الكابتن الخطيب قبل المباريات المهمه وقبل السفريات المهمه بيقعد مع اللعيبه. الالازي من دي كمان برضه هو تصفيه الاجواء مع كهربا. ايوه لان اكيد الموضوع ده عامل برضه سنه كده في بعض اللعيبه، لان احنا بنبقى في الفريق بنبقى فيه ناس كلنا قريبين من بعض، بس في ناس بيبقوا قريبين قوي من بعض. فانا بتمنى انا زميل كهربا وصاحب كهربا اتمنى ان هو الموضوع بقى يعني يعني ينتهي وانه يرجع الملعب ويبقى معايا في المعسكرات ويبقى معايا في السفريات وكده، مع ان هو اتعلم برضو يعني لان القرار كان واضح يعني من النادي الاهلي هو شهر بالظبط يعني و200 الف جنيه وفي ناس تدخلت كتير جدا. طب كفايه طب نخفف مفيش فايده، هم من 3 مارس هيبقى 3 ابريل مباريات مفيش في البدايه اتدرب مع الناشئين. انا عاجبني كمان قوي بقى اللقطه بتاعه المصالحه في الملعب دي عجبتني جدا جدا. حضرتك بتضحك قوي، تعبير حلو قوي من اللعيبه ان هم يعني اما مشي عملوا له ممر ومشي وقعدوا يضربوه، ده يعني عايزين يدوا برضه انطباع انطباع للمدرب ان فعلا احنا مقتنعين ان الكهرباء غلط واحنا بنأدبه بعد ما ايه هم اعتذر يعني. بالشوت اللي حضرتك وقفت عنده ده اللي احنا شايفينه او كنا شايفينه من شويه، هو ده ترجمه فعل يعني عمليه لفكره ايه صافي يا لبن حليب يا بالظبط كده. واحنا يعني انا حسيتها كده واحنا يعني. مستر موسيماني احنا كمان خدنا لك حقك اهو بنضربه اللي بيضربه بقى بالبنيه واللي بيضربه باللي مش عارف ايه. فبصراحه لقطه حلوه، وبص برضو الروح الجميله الشناوي بتاعه برضو. طبعا طبعا القائد بقى بص طبعا هو اللي بتابع بما فيهم على فكره الجهاز بيضرب هي فرصه كويسه هي الحقيقه هي فرصه ان موسيماني ياخد حقه فالحقيقه لا يعني حلوه قوي اتعملت بشكل حلو. روح اللعيبه مع بعضها حلو، مش مجرد واحد اتعاقب وبعدين مش في كمان ضغينه ونفسيه وحساسيات. وبعدين برضو كريم في حاجه برضو ما هو في لعيبه المساواه في الظلم عدل زي ما بيقولوا صحيح. يعني انا ما ينفعش ان انا لعيب يعمل موقف ياخد حاجه واللعيب الثاني يعمل اكتر منه ما ياخدش نفس القصه. صح. صح. فواضح ان كلهم مقتنعين باللي حصل والحمد لله مبسوطين ان زميلهم رجع، ولان ممكن انت تكون نازل التمرين وانت خلاص قدمت اعتذار وزي ما بيقولوا العمليه مشيت بس انا من جوايا كلاعب تاني اقول لك بص يا عم صالحوه رجع وعمله. اللعيبه كلها روحها كويسه مع بعضها وده يدي انطباع ان شاء الله خير على المباراه اللي جايه. طيب نسال اسئله صعبه شويه. قولي خشي على التقيل يعني حاجات ليها علاقه شويه ما تقوليش كلهم واولادنا طب قولي مين اللاعب اللي حضرتك بتشوفه بغض النظر عن ان هو يعني احترافيته، انا بتكلم ذكائه. تمام. مين اللي بتراهن على ذكائه في فكره ان هو الانضباط يعني ان هو حاطط فكره الكيان اللي بينتمي ليه في دماغه كويس قوي، محافظ على التمرينات على حسن السير والسلوك، مين؟ عايزه واحد بس غير الشناوي. هم كذا واحد. ما انا عارفه الرد ده، انا عايزه واحد بس. لا والله هو كذا واحد يعني بصي هو في واحد كبير واحد وسط. انا بالنسبه لي يعني كلاعيبه وليد سليمان كنت متاكد انك هتقول نمره واحد اول ما قال كبير ودلوقتي خلاص وليد سليمان، وده مش هيبقى غريب على الناس اللي انا بقوله طبعا لانه كله اكيد توقع انه وليد سليمان. لعيب كبير مر بظروف كبيره جدا بقى له فتره كبيره مع النادي الاهلي. خلي بالك برضو ما انت بتقيسي الانتظام والحاجات دي كلها مع طول المده. ايوه مش واحد يقعد سنتين ويبقى منتظم بقى. لا لو بتكلم على وليد سليمان بقى له سنين مع النادي الاهلي ومر باصابات ومر بمدربين كتير ومدرب يلعب ومدرب ما يلعبوش. هو وليد سليمان واحد حاطط هدف هو النادي الاهلي. صحيح. ومين تاني؟ النمره 2 برغم انه مش ابن النادي بدر
لا السلية. بعتبره ان هو لعيب نموذج. عمركم سمعتوا مشكلة للسلية من اول ما جه؟ تأقلم مع مبادئ واخلاقيات النادي الاهلي على طول، صح؟ عشان هو جاي كده كمان، يعني هو جاي عنده استعداد. ما ممكن يكون عندي استعداد ان انا ابقى كويس بس اروح نادي الدنيا بايظه فيه النية موجودة اخش لكن مع الناس طبعا. انما هو واضح ان هو متربي كويس واخلاقيا كويس، انا عمري ما شفت له بصراحه مشكله. وحتى اللي جاي النادي الاهلي من بره النادي الاهلي وفي شويه شقاوه طبعا بيعرفوا بص بينصهر جوه النادي الاهلي لانه بيشوف الامثله اللي قبل ما يروح وهو موجود. اللي بيعمل كده شفنا احنا اكبر مثل كهربا. طبعا كهربا وصالح، يعني في كذا الناس اللي النادي الاهلي بيدي فرصه. والثانيه الثالثه خلاص بقى لو هو مثلا ميسي موجود مش هيفرق مع النادي الاهلي، لان المقوله الاساسيه بتاعه النادي الاهلي ما بيقفش على حد. النادي الاهلي ده منظومه وكيان ومجموعه من اللعيبه بتسلم مجموعه، اجيال بتسلم اجيال، كلها بتمشي بمبدا كويس. سر نجاح النادي الاهلي ايه؟ هو المبادئ اللي موجوده فيه. اي حد بيجي بقى زيد عبيد مش عارف بيكمل على هو بيخش على طول لان السيستم ماشي صح. بس في الاجيال القديمه برضو انا حابه اعرف، يعني عايزه اخش شويه في حته يعني ايه نعرف اللعيبه على المستوى الشخصي اكتر. تمام. الاجيال القديمه وجيل حضرتك كان برضو في لاعب مش هقول مشاغب على قد ما طبعه صعب مثلا شويه. بص هو في كان في لعيبه في النادي الاهلي وكان على مستوى عالي جدا جدا واتجهت اتجاهات يعني ما تتناسبش مع الاول الرياضه والكوره والنادي الاهلي. فمجرد وكانت من احسن اللعيبه اللي متوقع لها ان هم يكسروا الدنيا على مستوى مصر وافريقيا وسابوا النادي الاهلي ومشوا. نقول اسامي يعني مفيش داعي الناس كلها عارفه. يعني الاجيال القديمه بتاعتي طبعا عارفه وكان لعيبه على مستوى عالي جدا جدا. اللي بيستمر مع النادي الاهلي هو الانسان المنضبط ويليق باخلاقيات النادي الاهلي. صح. طيب تعالى بقى نرجع لتفصيله تانية ليها علاقه برضو بلعيبه النادي الاهلي بطبيعه الحال والمنتخب. فكره ان هل يعني تعالى خلي القماشه اعرض كمان، مش لازم نخلي اللي هقوله ده حكر على لعيبه النادي الاهلي. فكره ان يكون عندك لاعب في فريق من الفرق الكبيره ولاعب في المنتخب في نفس الوقت، هل في مساحه انه يبقى متالق مع فريقه لكن ما تشوفش نفس القدر من التالق مع المنتخب، او العكس اخدم في الاعتبار ان هو طبعا بيمارس مهامه مع الفريق بمعدل اعلى بكتير عن معدله مع المنتخب؟ بص انا في رايي ان الانسان المنضبط اول حاجه واللي على مستوى عالي وفنيات عاليه ومهاره المفروض انه يبقى اداؤه في النادي بتاعه زي اداؤه في المنتخب. ده المفروض. بتختلف بقى من يعني ايه من لعيب للعيب. ممكن يبقى لعيب كويس قوي في نادي بس النادي ده ما عندوش انضباط وما عندوش نظام وما عندوش هدف دايما قدامه. يعني الاهداف معروفه في النادي الاهلي. ايه الاهداف؟ الهدف الرئيسي انت لازم تفوز، البطوله بالظبط. اعمل بقى كده اعمل كده انت البطوله. انديه ثانيه ما بقاش عندها الدفع ده، فانت اوريدي مش متعود عليها كريم، لان انت تبقى دايما نمره واحد. مربع ذهبي ماشي، المنطقه الدافيه ماشي، الدنيا ماشيه، فما عندكش الدافع والاصرار اللي ينعكس على تصرفاتك. النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي عشان جايين من الكيان ده وعندهم نمره واحد البطوله، فهتلاقي عايز البطوله في اي حته. ما ينفعش ابقى عايز المكسب وانا في النادي بتاعي ولما اروح منتخب مصر مش فارق. لا ما هو خلاص بقت في الدم وبقت تربيه وبقت عقيده جواك ان انت لا مكسب. عشان كده بتلاقي لعيبه في انديه معينه بتيجي الاداء مش قوي او لو خسرت. يعني انا متاكد وانا مريت بمنتخبات وعارف بتلاقي، مش عايز اظلم طبعا اللعيبه كلها، في لعيبه تانية محترمه جدا في جميع الانديه، بس دايما لعيبه النادي الاهلي في المنتخبات بيبقوا اكثر الناس التزاما. بيبقوا لو لا قدر الله حصلت نتيجه هو تلقائي زعلان متضايق، بتلاقينا يعني ممكن حد تاني مش في دماغه. لان هو عارف لعيب النادي الاهلي عارف انه هيرجع النادي الاهلي، النادي هيساله على الكلام ده. لان النادي الاهلي بيحاسب لعيبته في المنتخب كمان،
أدائك في المنتخب عامل إيه كذا كذا كذا. الحتت التانية مش فرقة الدنيا، هو بالنسبة له إن أنا كويس إن أنا واحد من عندكم راح المنتخب بالبلدي كده. طبعا. فمش فارق، كويس ان اشتركت. بس المنتخب ده يعني فرصه لاي لاعب ان هو يظهر، ان هو يثبت نفسه، يعني ان هو يشارك، دي نقاط. انا عايز اقول لك يعني لعيبه النادي الاهلي بيبقى حاطط لنفسه هدف، انا عايز اكسب، انا عايز بطوله، انا في تاريخي هعمل كام بطوله بالظبط، انا في تاريخي عايز العب افريقيا وعايز العب كاس عالم لانديه وعايز احترف، واخده بالك؟ كذلك في المنتخب لما اروح مع المنتخب مصر عايز ابقى اكتر المشاركات، حاصل على بطولات. يعني بصي الدوافع دايما موجوده، في بعض الاحيان بقى الناحيه الثانيه ما بتلاقيش. في بقى لعيبه برضو مش واخده على الضغط العصبي في انديتها، زي بقول لك فرق معاه المكسب زي الخساره زي مش عارف ايه. الدنيا مريحه عندك. منتخب مصر جمهور اكبر من الانديه، ده جمهور مصر كله، فالضغط يبقى جامد. في لعيبه ما بتستحملش الضغط ده، بتروح تتفاجئ بحاجه تانية في المنتخب، بتتفاجئ ان انت الباصه بتفرق معاك. الناس تقول لك ده باصه، شفت الكره اللي باصها مش عارف، وهو بيلعب في فرقته. النادي الاهلي غير كابتن حشيش، يعني في حتى لعيبه ممكن تتالق او من غير ذكر اسماء يعني، او في الانديه بتاعتها، في الانديه بتاعتها وربما النادي الاهلي ما هدافين كمان، ولكن وعندنا تجارب بدون ذكر اسماء كتيره، ناس كانت مكسره الدنيا وكانت يعني الانديه عايزه تخطفها. جات عندنا النادي الاهلي برضو للاسباب اللي انا قلتها، برضو تلاقيه ما ويمشي ويرجع تاني ومفيش فايده، هي هي طباع. صح. جميل. والوقت بيجري، ما انا عارف انه بيجري، والكلام معاك دايما حلو، تجيبوني شويه صغيره كده وامشي والله، ودايما الكلام معاك حلو، ودايما بنسعد بوجهات نظرك وبرؤيتك وكلامك الجميل. شكر جدا، نورت الدنيا كالعاده. نورتنا كابتن حشيش، وان شاء الله بقى قريب لو هتلعبوا. انا كنت متفق مع كذا يعني كابتن، ايوه ان احنا كذا كابتن غيري، لا هنلعب بقى مع بعض كره قدم، والله هنعملها ان شاء الله. انا بس عايز اقول حاجه اخيره خالص. اه اتفضل يا فندم. ببارك للكابتن اسلام الشاطر على المنصب الجديد اللي مسكه طبعا في قناة النادي الأهلي. إسلام يستاهل، هو شاطر، اسم على مسمى، كادر مهم جدا. صح. جدا. أنا عشرته سنين في القناة، مكان كنا مع بعض في الاستوديو في البرنامج اللي كان عامله سهرة معه، الحقيقة كان متألق. هو كمذيع غريبة جدا، عنده كاريزمة المذيع يعني كده. هو لاعب أصلا كورة بس هو عنده كاريزمة المذيع. وعايز أقول لك ما بيحضرش يعني، دي من أسراره بقى، ما كانش بيحضر بقى عشان شاطر، عشان شاطر وليه أبو كمان. فربنا يوفقه إضافة طبعا كبيرة للقناة إن شاء الله بإذن الله. قناة الأهلي واستادات وكل اللي بينتمي للكيان ده في الصدارة بإذن الله. كده نهاية الأسبوع وعشرة صحف الأهلي آخر حلقة، هنشوف حضراتكم يوم الأحد، وأكيد أخبار جديدة وتقارير جديدة وضيوف مختلفة، وإن شاء الله كده دايما ننهي نقول يا رب بإذن الله النصر للأهلي وللمنتخب بإذن الله. صباح الفل.